بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. كنشرف حضوري معكم اليوم للاحتفال باليوم الوطني للمهاجر بمدينة فاس. مغاربة المقيمين بالخارج كتربطهم علاقات وطيدة بالوطن الأم، والمغرب تحت القيادة الرشيدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دائما كيوليهم بالعناية ديالو الفائقة والخاصة. سا ماجيستي لو روي محمد السادس نصره الله دائما في الخطابات ديالو كيذكر بهذه المساله هذه، والخطابات التي ترجمت على ارض الواقع بمجموعه من التدابير اللي كيقوم بتنزيلها على ارض الواقع، المراكز الجهويه للاستثمار في مختلف انحاء المملكه من الشمال الى الجنوب، اللي من بينها المركز الجهوي للاستثمار لجهه فاس دمنس اللي كيعمل واحد مجهودات جباره من اجل اللي منخرط في هذه الديناميكيه الوطنيه بشكل جاد وفعال ومسؤول وب دي ريزولتا بنتائج اللي ملموسه. فاليوم بعد الكلمه الرئيسيه افتتاح الحدث ديالنا وهذا اليوم اللي كيجمعنا، غادي نطرقوا لمائده مستديره اللي كتسمعوا فيها مداخلات العديد من الشركاء المعنيين بالامر، منهم المديريه الجهويه للضرائب، مركز تمويل كوم، كذلك الاتحاد العام للمقاولات المغرب والشق الخاص بالمغاربه المقيمين بالخارج، كذلك المكتب المغربي للملكيه الصناعيه والتجاريه، وكذلك مؤسسه الوسيط اللي تلعب واحد الدور اهم في حل النزاعات اللي كيواجهوها المغاربه المقيمين بالخارج في مساله ديال الاستثمار. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, de vous accompagner pendant cette journée organisée par le CRI de la région Fès-Meknès. Nous sommes réunis pour célébrer la journée nationale des Marocains résidant à l'étranger, nos compatriotes établis à l'étranger. Sa Majesté le roi Mohamed VI, et je ne vous apprends rien, n'a jamais cessé d'entourer de sa haute sollicitude nos compatriotes établis à l'étranger. Et il l'a exprimé à maintes reprises lors de ses discours, des discours qui ont été traduits concrètement, avec des actions concrètes, avec des résultats probants, et qui ont porté leurs fruits dans plusieurs domaines, notamment le domaine de l'investissement. Et c'est la question qui nous rassemble aujourd'hui. Donc après les mots d'ouverture officielle, nous allons entamer une table ronde intitulée Foras donc wa afaq, opportunités et perspectives pour les investissements des Marocains résidant à l'étranger, avec différents acteurs concernés par la question, notamment la CGM, le volet consacré aux Marocains du monde, Tamwil Koum, la DGI, la direction des impôts, représentant la région de Fès-Meknès, ensuite l'ONPIC et le médiateur du royaume. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à nos intervenants, à Monsieur Driss Benazouz, le secrétaire général des affaires régionales de la wilaya de la région Fès-Meknès. Donc Seyid Idriss Benazouz, Katib Lam, Lishoul Jihawiya, Bi Wilayat, Jihad, Fès-Meknès, Fatal Mouchkoua. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wa salamu ala moulana rasoulillah wa alihi wa sahbihi. أيها الحضور الكريم، صباح سعيد. باسم السيد والي جهة فاس مكناس أرحب بكم جميعا. السيد الكاتب العام لقسم شؤون الداخلية بولاية فاس السيد العمدة السيدة نائبة رئيس الجهة، السيد مدير قطب الإقلاع الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي لاستثمار فاس مكناس، السيدات والسادة المدراء الجهويون، السيدات والسادة رؤساء المصالح الخارجية، السيدات والسادة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في كل ربوع العالم، مرحبا بكم في بلدكم الأم، بلدكم الأصلي، المغرب الحبيب. يشرفني باسم السيد الوالي أن أفتتح هذا اليوم الاحتفالي المخصص لكم الجالية المغربية المقيمة في بلاد المهجر.
في إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لمغاربتنا المقيمين بالخارج في هذا اليوم الوطني الأغر تحت شعار استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج فرص وآفاق، أود أن أرحب بحرارة بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأريد أن أعبر عن شكري العميق لهم على تلبيتهم الدعوة لحضور أشغال هذا اللقاء. إن وجودكم هذا يعكس الدور الهام الذي تلعبه الكفاءات المغربية العاملة بالخارج في تعزيز التنمية المحلية المستدامة والاستثمارات داخل الوطن الأم. إن استثماراتكم تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وتعكس روح المواطنة والانتماء العميق للوطن. نحن في هذا اليوم سنتبادل الأفكار ونتعرف على الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج بهدف تعزيز التعاون وتقديم الدعم اللازم وتدليل كل الصعاب التي قد تعترضكم في مساركم التنموي الطموح. إن المغرب في حاجة ماسة لمغاربة العالم وكفاءاتها العالية، فقد فتح المغرب كما تعلمون تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين أوراشا كبرى، وباشر إصلاحات عميقة في كل المجالات التي يتعين إغناؤها والارتقاء بها من خلال إتاحة الفرص للطاقات المغربية بالمهجر للانخراط فيها بشكل هام والمساهمة بفعالية في تحقيق التنمية المنشودة لبلادنا. ستشهد المملكة السعيدة خلال السنوات المقبلة تسريع إنجاز مجموعة من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية من ملاعب ومراكز تدريب وطرق ونقل بين المدن وفنادق ومطاعم وغيرها في إطار التحضيرات التي تعلمونها، أولاً كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. وجهة فاس مكناس تتمتع بميزات اجتماعية واقتصادية استراتيجية يجب أن تواجه تحديات رئيسية من أجل تحسين قدرتها التنافسية وتنويع صناعاتها المختلفة. ولتحقيق التنمية المندمجة تم وضع رؤية تنموية من خلال دعم القطاعات القائمة وتعزيز ظهور قطاعات واعدة جديدة ذات القيمة المضافة العالية والتي تم تجسيدها في الرؤية الاستراتيجية للمخطط الجهوي لإعداد التراب، وهي وثيقة استراتيجية تختزل تصورا للتهيئة والتنمية المجالية على مدى 25 سنة، أي في أفق 2042، مع تحديد أكثر من 197 مشروعا. وتجدر الإشارة هنا أن برنامج التنمية الجهوية الجديد لفاس مكناس 2022-2027 الذي يركز على التوازن بين المشاريع الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أقاليم الجهة بغلاف مالي ناهز 29 مليار درهم، سيمكن كذلك من تحسين عوامل الجاذبية للجهة ومن تحويلها إلى جهة ووجهة سياحية وثقافية رائدة. أيها الحضور الكريم، يشكل هذا اليوم مناسبة للتعريف بالمكانة المتميزة التي تحظى بها الجالية ببلدنا وبالأدوار الرائدة التي تقوم بها لتعزيز إشعاع المملكة على الصعيد الدولي، حيث يساهم مغاربة العالم في دعم الاقتصاد الوطني عبر استثمارات مباشرة تقوم بها الجالية المغربية في مختلف القطاعات الحيوية.
فمن القطاع العقاري إلى السياحة والصناعة، أسهمت استثماراتكم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز البنية التحتية لبلادكم. إن مشاركتكم في المشاريع التنموية تعكس إيمانكم بقدرة المغرب على تحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا السياق نسعى جاهدين إلى توفير البيئة الملائمة لتحفيز وتشجيع استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج. ومن خلال دعمكم وإشراككم في مختلف المشاريع المهيكلة نسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على المواطنين جميعا. وتجدر الإشارة أنه في سبيل تسهيل مساهمة مغاربة العالم في تعزيز الدينامية التنموية التي تشهدها جهتنا، والاستفادة من القيمة المضافة والتجارب الرائدة التي راكمتها هذه الفئة على مستوى بلدان الإقامة، تم إرساء نظام متكامل لدعم الاستثمار المنتج ومواكبة مغاربة العالم الحاملين للمشاريع من خلال توفير المعلومة والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بالجهة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى آليات التحفيز والمواكبة المقدمة من طرف منظومة الاستثمار وريادة الأعمال بالجهة. كما جرى إحداث الجهة 13 باعتبارها جهة معنوية تهم جميع المقاولات المغربية التي تخضع لقانون غير مغربي، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتسهيل التبادل وانخراط المقاولين المغاربة المقيمين بالخارج في الدينامية الاقتصادية الوطنية، ودعم استثماراتهم ببلدهم، ودعم الأوراش الكبرى بالمملكة. وفي الأخير أود أن أشيد بالدور الذي يلعبه المركز الجهوي للاستثمار كآلية لتحفيز ولتشجيع الاستثمار، من أجل أولاً تبسيط سياسة الدولة في مجال استثمارات المهاجرين، وكذا إيصال فرص العرض الاستثماري حسب المجالات والقطاعات والأولويات الجهوية. كما لا يفوتني أن أشكر القطاعات الحكومية الأخرى المساهمة اليوم في هذا اللقاء التواصلي الهام على ما سيقدموه لكم من آراء ومن تسهيلات ومن نصح من أجل صالحكم العام أو صالحكم الخاص وصالح الوطن العام. وفي الختام أتقدم بالشكر للحضور الكريم، وكذا لجميع المتدخلين والمساهمين في إنجاح هذا الحدث وهذا اللقاء وهذا اليوم العظيم. شكرا كبيرا على إسهام الجميع في إنجاح هذا اليوم العظيم. وفقنا الله جميعا لخدمة هذا البلد الأمين تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله ويوم موفق. شكرا جزيلا السيد إدريس بن عزوز الكاتب العام إذن للشؤون الجهوية بولاية فاس مكناس، شكرا على سلطكم الضوء على كل المجهودات التي يقوم بها المغرب من أجل تحسين ظروف استقبال مغاربة العالم، وكذا ظروف الاستثمار وتجويد كل الخدمات لتسهيل استثمارهم في الوطن الأم واللي كتربطهم بهم علاقة وطيدة جدا. فميرسي بوكو مسيو إدريس بن عزوز سكرتير جنرال دي زافير de la wilaya de la région Fès-Meknès d'avoir braqué les projecteurs sur tous les efforts qui sont entrepris par le Maroc, par le Royaume de manière générale et par la région de Fès-Meknès, puisque nous sommes rassemblés aujourd'hui à Fès pour in fine améliorer les conditions d'accueil de nos Marocains du monde, mais aussi et surtout les conditions, l'environnement des affaires pour leur offrir un environnement des affaires qui puisse être attractif et adéquat à l'investissement. Je cède sans plus tarder la parole à Madame la vice-présidente de la région de Fès-Meknès, Madame Rahel Mazoumi. الكلمة إذن لنائبة رئيس جهة Fès-Meknès أستاذة حليمة زومي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
السيد الكاتب العام المحترم، السيد مدير المركز الجهوي للاستثمار، السيدات والسادة المغاربة المقيمين بالخارج، السيدات والسادة الحضور الكريم. بداية يسعدني باسمي الخاص ونيابة عن كافة أعضاء المجلس أن أتوجه بالشكر الجزيل للسيد مدير المركز الجهوي للاستثمار على دعوته الكريمة للمشاركة في أشغال هذا اليوم الهام. حضرت السيدات والسادة، اختيار هذا الموضوع لهذا العام يبرز بوضوح إرادة الدولة المغربية بشكل عام وجهة فاس مكناس بشكل خاص في تسليط الضوء على أهمية تعبئة المغاربة المقيمين في الخارج للمشاركة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث ستشارك مساهمتكم بدور حاسم في تطوير جهتنا سواء من خلال التجارب والمهارات التي اكتسبتموها أو الأفكار المبتكرة أو الاستثمارات. يسعدنا أن نكون بينكم اليوم لنشارككم الإجراءات التي اتخذها مجلس جهة فاس مكناس لتحسين مناخ الأعمال في الجهة ضمن إطار الإصلاحات الهيكلية في البنية التحتية والحوافز المتاحة لصالح أصحاب المشاريع من أجل خلق بيئة مواتية للاستثمار. حضرات السيدات والسادة، تمتد جهة فاس مكناس على مساحة تقدر بحوالي 40 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 5.7 من التراب الوطني، ويبلغ عدد سكانها 4 مليون نسمة و460.667، وتساهم الجهة في الرفع من الثروة الوطنية بنسبة 8.4% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يجعلها في المرتبة الرابعة على الصعيد الوطني. وتتمتع هذه الجهة بدلالة تاريخية وجغرافية قوية، وتمنحها هويتها موقعا جغرافيا استراتيجيا في قلب المملكة. حضرات سيدات والسادة الحضور الكريم، وفقا للمادة 143 من الدستور المغربي، تؤدي الجهة دورا بارزا مقارنة بالجامعات الترابية الأخرى في مجال التنمية الجهوية، وتعتبر الجهة جهازا تنفيذيا على المستوى الجهوي، تتمتع باختصاصات واسعة خاصة مشتركة ومنقولة التي تبرز دورها في تحقيق تنمية ذاتية متوازنة ومستدامة من خلال برامج التنمية الجهوية لPDR والتصميم الجهوي لإعداد التراب الصغار التي تعد الأدوات الرئيسية لتطبيق سياساتها التنموية. في الواقع تساهم الجهة في التنمية الاقتصادية الجهوية من خلال عدد كبير من المشاريع الهيكلية التي تتعلق بجذب الاستثمارات ومساعدة الشركات، حيث تسعى الجهة اليوم إلى وضع استراتيجية جهوية للترويج وجذب الاستثمارات، المشاركة في أعمال اللجان المتعلقة بمناخ الأعمال، التواصل بشأن فرص الاستثمار داخل المنطقة، أما دعم الشركات فتسعى الجهة إليه بالشكل التالي: مساعدة الشركات لتكون أكثر تنافسية، خلق الوظائف داخل الشركات، دعم الشركات المتعثرة، دعم الشركات التي تواجه خطر فقدان الوظائف. حضرات السيدات والسادة، من أجل ضمان التقارب والتنسيق بين السياسات العمومية على المستوى الجهوي، ومن أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية المدرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية الأول 2016-2021، لجأ المجلس إلى آلية التعاقد بين الدولة والجهة للفترة 2020-2022، والذي يهدف إلى تنفيذ 97 مشروع بميزانية تصل إلى 11.2 مليار، حيث تساهم الجهة فيه بمبلغ 3.6 مليار درهم. برنامج التنمية الجهوية الثاني للفترة 2022-2027 لجهة فاس مكناس يمثل أيضا نقطة تحول حاسمة في مسار التنمية الجهوية بميزانية هامة تبلغ 29 مليار درهم، مخصصة لتنفيذ 340 برنامج ومشروع. وتتضمن عقود البرنامج المبرمة بين الدولة والجهة عددا كبيرا من المشاريع التي تنهض بالتنمية الاقتصادية وخاصة الاستثمار في القطاع الخاص، ويمكن تقسيم هذه المشاريع على محورين: المحور الأول إنشاء وتعزيز البنية التحتية المخصصة للاستثمار الخاص،
المنطقة الصناعية بعين الشقاق، منطقة صناعية مخصصة أساسا لصناعة الجلود بمساحة تبلغ 81 هكتار وبتكلفة إجمالية تبلغ 330 مليون درهم، تساهم فيها الجهة بمبلغ 25 مليون درهم فاصلة 26. منطقة التسريع الصناعي عين الشقاق، منطقة صناعية تحتضن العديد من الأنشطة مثل الصناعات الغذائية، النسيج، الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، الطاقات المتجددة وصناعة السيارات. تمتد على مساحة 379 هكتار وتبلغ تكلفة بناء وتهيئة هذه المنطقة 500 مليون درهم، تساهم فيها الجهة ب 100 مليون ديال درهم. تكنوبارك فارس، هذه الحاضنة تشجع الشركات الناشئة المبتكرة والبحث والتطوير داخل الشركات الأخرى. تبلغ المساحة الإجمالية لهذه المنطقة 12 هكتار بتكلفة إجمالية تبلغ 55 مليون درهم، منها مساهمة الجهة بمبلغ 30 مليون درهم. مصنع فاس الذكي، فاس سمارت فاكتوري، يهدف هذا المشروع إلى التحسين والرفع من تنافسية الصناعة المغربية من خلال دعم مواكبة الصناع في إعداد ووضع استراتيجيتهم لتحويل مصانعهم إلى وحدات صناعية ذكية، ويشمل ذلك مشاريع الصناعة 4.0. تبلغ المساحة الإجمالية لهذه الوحدة الصناعية 2 هكتار بتكلفة إجمالية تبلغ 103 مليون درهم، منها مساهمة الجهة التي تبلغ 20 مليون درهم. المنطقة الصناعية عين البيضاء، منطقة صناعية ستحدث في الجنوب الشرقي لفاس بمساحة إجمالية تبلغ 80 هكتار، ستحتوي على حوالي 380 قطعة أرضية وتبلغ تكلفة تهيئتها 200 مليون درهم، منها مساهمة الجهة التي تبلغ 100 مليون درهم. وتهدف هذه المنطقة إلى تعزيز توفير الأراضي المخصصة للاستثمار الخاص وتلبية احتياجات الصناع المتزايدة فيما يتعلق بالأراضي، بالإضافة إلى مناطق صناعية أخرى في بسلان وملاقو. المحور الثاني وهو منح الشركات، إنشاء منحة التوظيف مع شركة ألستوم. ضمنت الجهة إنشاء 470 وظيفة بميزانية تبلغ 2 مليون ديال الدرهم مع الشركات المتواجدة في منطقة فاشور، ثم إنشاء 523 وظيفة بفضل مساهمة الجهة التي تبلغ 6 مليون درهم، 50% من التكلفة الإجمالية للمشروع. صندوق الجهة لدعم الاستثمارات الصناعية، يهدف هذا المشروع إلى تشجيع الصناعة البديلة للمنتجات المستوردة بمنتجات محلية، وتبلغ كلفة المشروع 55 مليون درهم مع مساهمة الجهة بنسبة 91%، أي 50 مليون درهم. دعم الشركات الناشئة في الخدمات الفلاحية، يهدف المشروع إلى دعم إنشاء شركات للخدمات الفلاحية لصالح 400 شاب وشابة. لهذا البرنامج الجهوي لإنشاء مناطق للأنشطة المخصصة لمهن السيارات، ويهدف إلى إنشاء 9 مناطق لهذه الأنشطة في جميع أقاليم وعمالتي الجهة بميزانية تبلغ 200 مليون درهم مخصصة لمهن السيارات، بهدف لجمع الحرفيين الذين يعملون في هذا القطاع، ميكانيك السيارات، الصفائح المعدنية واللحام. إنشاء نظام جهوي لمنحة التوظيف للمهن المستقبلية فاشور. إنشاء تكنوبارك مكناس وتازا، يهدف المشروع إلى إنشاء تكنوبارك مكناس وآخر بتازا، مما سيساهم في تشجيع وخلق وتنفيذ مشاريع إنشاء شركات مبتكرة في هذه المدن. فيما يتعلق بالقطاع السياحي، تمتلك جهة فاس مكناس الآن عقد تطبيق لخارطة الطريق السياحية للجهة، والذي تم توقيعه في يناير 2024، ويتضمن هذا العقد العديد من المشاريع الرائدة والمبادرات الترفيهية وتطوير أماكن الإقامة السياحية، بالإضافة إلى مشاريع شاملة تهدف إلى تعزيز العرض السياحي بالجهة، وذلك من أجل تحقيق الهدف الطموح المتمثل في جذب 800 ألف سائح بحلول عام 2026. حضرات السيدات والسادة، أنتم ركيزة أساسية في استراتيجيتنا التنموية على المستوى الجهوي. إن خبرتكم وكفاءتكم تمثل موارد ثمينة لتطوير مشاريع مبتكرة. نحن عازمون على تعزيز روابطنا معكم وتيسير إجراءاتكم ودعم مبادراتكم في خدمة وتطوير وطننا العزيز. في الختام
أود أن أشكركم بحرارة على التزامكم ومساهمتكم. شكرا لاهتمامكم، ونتمنى أن يكون هذا الحدث نقطة انطلاق لمبادرات وتعاون جديدة مثمرة من أجل مصلحة جهتنا، جهة فاس مكناس. وشكرا على انتباهكم. شكرا للنائبة المحترمة خديجة حليمة الزميل التي تقاسمت معنا أرقام مهمة ومحورية حول الاستثمار في جهة فاس مكناس. شكرا كذلك لأنك ذكرتي بالمؤهلات الثمينة اللي كتزخر بها الجهة واللي كتعطي واحد بيئة استثمار ملائمة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، واللي وذكرتي كذلك بالمشاريع المهيكلة في الجهة اللي هي خلاقة لفرص Merci beaucoup donc à Madame Halima Zoumi d'avoir partagé avec nous des chiffres clés concernant l'investissement dans la région de Fès-Meknès, une région qui regorge d'opportunités et de potentialités énormes et qui aussi a connu une très belle dynamique, dynamique exceptionnelle pendant ces dernières années avec des projets structurants dont Madame Halima Zoumi a partagé avec nous les chiffres clés et principaux. Alors je cède la parole à Monsieur Amjad Kiti, chef du pôle impulsion économique et offre territoriale au CRI de la région Fès Meknès. Amjad Kiti, مدير القطب الإقلاع الاقتصادي والعرض الترابي بمركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس مكناس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد الكاتب العام للشؤون الجهوية فاس مكناس، والسيد الكاتب العام للشؤون الداخلية للجهة، السيدة نائبة الرئيس للمجلس الجهوي لجهة فاس مكناس، السيد العمدة عمدة فاس، السيدات والسادة رؤساء المصالح الخارجية والمدراء الجهويون، السيدات والسادة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أيها الحضور الكريم، اسمحوا لي أولا بدوري ونيابة عن المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار من جميع موظفيه أن أشكركم، أن أقدم لكم الشكر التام والحار لكل من لبى الدعوة بحضوره وبمشاركته الفعالة من أجل إنجاح هذا اللقاء الاحتفالي. فللتذكير، فإن ولاية جهة فاس مكناس والمركز الجهوي للاستثمار تنظموا هذا اللقاء اللي هو لقاء احتفالي قبل كل شيء، وكذلك لقاء تواصلي للجالية للاحتفال بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك وفق توجيهات سامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وإياده، الذي ما فتئ يدعو لتعزيز العلاقات بين مغاربة العالم ووطنهم الأم وتحسين ظروفهم وكذلك الحفاظ على حقوقهم ومصالحهم. ففي هذا السياق ينظم هذا اللقاء تحت شعار استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج فرص وآفاق، والذي يشكل فرصة لخلق فضاء للنقاش بين مختلف المكونات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك فرصة للوقوف على الإنجازات والتطلعات وكذلك الانتظارات الجديدة لمغاربة العالم، خاصة في ظل التحولات والتحديات الراهنة والمستقبلية لمملكتنا. اختيار هذا الشعار هو خير دليل على الدور الهام اللي تقوم به هذه الفئة المهمة من المغاربة كقوة محركة للاستثمار خاصة في القطاعات الحيوية بالمغرب، حيث تلعب دورا محوريا في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة. أيها الحضور الكريم، كما لا يخفى عليكم فإن الاستثمار يشكل الركيزة الأساسية في خلق الثروة وتحقيق التنمية وكذلك إحداث فرص الشغل المستدامة، ولهذه الغاية فإن المركز بشراكة مع جميع الفاعلين يقوم بدور تحفيزي لتفعيل سياسة القرب من المستثمرين وخاصة منهم المستثمرين المقيمين بالخارج أو ببلادهم،
وذلك عبر تبسيط المساطر وتقليص الأجال في إطار من الشفافية والفعالية والسرعة لفائدة الراغبين في إحداث مقاولة أو إنجاز مشروع استثماري. وفي هذا الإطار وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة لصالح هذه الفئة، اتخذ المركز الجهوي للاستثمار عدة إجراءات وتدابير، فنذكر من أبرزها أولا إنشاء خلية لدعم هذه الفئة المهمة من الجالية المغربية من أجل تلقي طلباتهم تساؤلاتهم، من أجل توفير العرض الترابي، فرص الاستثمار، بنك المشاريع، من أجل مواكبتهم، من أجل إنجاز دراسات الجدوى، من أجل تقديم دراسات القطاعاتية، فبعجلة من أجل توفير جميع المتطلبات من أجل عرض ترابي كامل وشامل، دونك اون اوفر تريتوريال انتغري، وكذلك تقديم الحوافز. فهذا بطريقة حضورية أو افتراضية، فكيف تشوفوا جميع نقاط الاتصال متوفرة سواء في المقر الجهوي بفاس، سواء في الفرع على مستوى مكناس، وكذلك كيف قلت افتراضيا دونك بار فيزيو بار ايميل او بار تليفون. فإضافة الى هذا هناك قمنا بتخصيص واحد تخصيص فضاء على مستوى منصة المركز الجهوي للاستثمار للتذكير، هي فاس مكناس انفست وام ا. فهناك فضاء خاص بالجالية المغربية المقيمة بالخارج. هذا الفضاء توفر العديد من الخدمات، من أبرزها الخدمات الإلكترونية، لأننا في إطار تبسيط الإجراءات والمساطر حاولنا نقوم بالرقمنة ديال العديد من الإجراءات، من ضمنها بنك المشاريع، من ضمنها كذلك تسوية عند الحاجة. فهناك كذلك خدمة إلكترونية اللي هي لا إي كونسيلياسيون، فلتذكير بشراكة مع مؤسسة وسيط المملكة. فالمركز الجهوي للاستثمار يقوم كذلك بدور الوساطة عندما يدعي الأمر من أجل الحل الحيبي لأي عقبات تقدر تعترض مشروع استثماري. والحمد لله في هاد السنة ولا في هاد السنتين الأخيرة قمنا الحمد لله بحل عدة عقبات الحمد لله اللي اعترضت، واحد الاميرو اللي جاوا هاد العامين الاخرى بواحد المواضيع. وان شاء الله كيف ذكرت السيده نسرين، فهناك اقطاب على مستوى دونك لول دونك على في الخارج تصيبوا اقطاب اللي خاصه بالمواكبه، خاصه بالتمويل، وكذلك خاصه بالعرض الترابي والقطاعات. فأي تساؤل ديالكم تساؤل خاص ما تردوش، فليبول سون لا فوت سيرفيس. فمن أجل دوك كنا تنذكروا على الفضاء على مستوى المنصة، فهذا الفضاء توفر عدة خدمات إلكترونية، ذكرنا من ضمنها دراسات الجدوى، ذكرنا منها الدراسات القطاعاتية، كذلك كاين بارومترات، فهناك بارومتر استثمار اللي تعطي ديناميكية ديال الاستثمار على مستوى الجهة بقطاع، تعطي كذلك بار تريتوار دونك على مستوى جميع الأقاليم والعملات ديال الجهة. هناك كذلك خدمة جديدة يوفرها المركز الجهوي للاستثمار، ألا وهي محاكي إلكتروني، فأون بارل دان سيمولاتور انتيغري دي بريم دانفستيسمون. شنو هذا المحاكي؟ هذا واحد الأداة اللي تتمكن أي مستثمر سواء كان موجود في المغرب على خارج المغرب أنه يطالع بطريقة شفافة وفعالة على شنو هما المنح اللي عنده الحق فيهم، فبتوفير المعايير ديالو في القطاع ديالو، نوع الشركة، نوع عدد دوك المناصب الشغل اكسيتيرا، فعلى حسب الميدان ملي تنوفروا هذه المعايير عندنا. وعلاش تنقولوا انتغري؟ لانه توفر في نفس الان توفر المنح اللي تيعطيها ميثاق الاستثمار، واللي كيف تتعرفوا وطنيا دوك دابا عندنا ديجا لو ديسبوزيتيف برينسيبال اللي تيعطي منحه تقدر توصل ل 30%. وهنا تنفتح واحد القوسين وتنذكر انه جهتنا جهه فاس مكناس
عندها واحد الامتياز ألا وهو أن من ضمن المنح اللي معطية في ميثاق الاستثمار كاينة المنحة اللي متعلقة بلو تيريتوار لا بريم تيريتوريال، وهاد لا بريم تيريتوريال في جهة فاس مكناس على الأقل 10%. فعندنا امتياز أنه على الأقل 10% معطية على المنحة دوك لا بريم تيريتوريال، و 15% كيف تتعرفوا على مستوى التاونات وعلى مستوى المرعفوب. كذلك وهذه مسألة مهمة أنه القطاعات اللي يدفع لها وتدعمها تدعمها الجهة كما سلف الذكر من طرف السيد الكاتب العام والسيدة نائبة الرئيس المجلس الجهوي أنه القطاعات الواعدة اللي تندعمه فالأغلبية ديالها قطاعات اللي معطية لها بخيم سيكتوريال، فهذه تقريبا 20% غارونتي. فهذا من جهه، وباش نرجعوا للسيمولاتور دونك تعطينا نظره على لي بريم اللي عطيها ميثاق الاستثمار لا شارط انفستيسمون اضافه الى جميع المنح الموفره من طرف الجهه. فالسيده الرئيسه تقدمت بامثله ديال ليكزيستون دونك اللي تنقدموا حاليا فهي منحات التشغيل. هناك كذلك صندوق خاص بدعم الاستقرار بمنطقه فاشور، وكذلك دعم خاص بالمشاريع الصناعيه ذات طابع سيادي. دونك اون بارل لا سوفيرتي اندستريال دون كادر لا سوبستيتيوشن دونك ان امبورطاسيون. فهادو منح ديجا اوبيراسيونيل داكور اللي غنضيفو لهم طبيعه الحال المنح اللي هتزاد سواء على مستوى ميثاق الاستثمار. حاليا كاين لو ديسبوزيتيف برينسيبال كوم فو سافي اللي تهم المشاريع اللي تتفوق 50 مليون درهم وتتوفر 50 منصب شغل، او اللي تتوفر اكثر من 150 فما فوق منصب شغل ياك. ف قريبا هيتم توفير دي ديسبوزيتيف واحد اخرين من طرف وزاره الاستثمار، فقريبا هنشوفوا دي ديسبوزيتيف خاصين بالتي بي ام. وهاد لو سيمولاتور باش نرجعوا له هيحاول يكون ديما محيا، اللي يعني ديما نقدموا واحد اون فيزيون انتغري، ما ندخلوش هذه تتقدم من طرف لا المستثمر يمكن له تكون عنده هندير مشروع في الاوفشورين على مستوى فاشور مثلا، فعندي تو لي ديسبوزيتيف سواء المقدمه من طرف ميثاق الاستثمار او المقدمه من طرف الجهه. اون بارل دونك دو لا بريم دونك دو دومبلوا، اون بارل لا بريم دانستالاسيون دونك يبو الي جوسكا 2 مليون بوغ من اجل المشاريع ذات القيمه المضافه العاليه دونك القيمه المضافه. هاد لا بلاتفورم باش نرجعوا لها تتقدم كذلك روابط اللي باش المستثمر يمكن له يتجه للمنصه ديال سير انفست من اجل ايداع الملف ديالو ديجا من اجل مراقبه دونك لا تراسابيليتي دونك مراقبه تقدم الملف ديالو ايداع الملف ديالو باش يتم الدراسه ديالو على مستوى اللجنة الجهوية الموحدة دونك لا كروي اللي كيف تتعرفوا تيشاركوا فيها جميع الفاعلين المعنيين بطبيعة المشروع. يعني مشروع سياحي ف كيف تتعرفوا دوبي لا لوا 47-18 عندنا هذه اللجنة اللي تضم جميع الفاعلين المعنيين بالأمر. و في الأخير فتيشرفني أن أخبركم أنه في إطار تبسيط المساطر وسياسة تقريب الإدارة من المواطن، فإن شاء الله بعد المائدة المستديرة كيف قلت لكم كاين مباشرة دوك بعد اللقاء وبعد النقاش كاين أروفة اللي فيها الممثلين اللي يمكن لهم يطرقوا الأسئلة الخاصة، كاين كذلك حصة أسئلة وأجوبة اللي هتكون مباشرة من بعد المائدة المستديرة اللي هيكون فيها الأسئلة اللي ذات الطابع العام باش تعمل منفعة. الأسئلة الخاصة تندعوكم إن شاء الله الأروقة للتطرق لها. كما تجدر الإشارة أنه في إطار هذا اللقاء سنستضيف خبراء واقتصاديين هامين اللي تنشكرهم جدا. فاسمحوا لي نشكر سي محمد سقلي الحسيني اللي تيمثل دوك المندوب الجهوي لمؤسسة وسيط المملكة، تنشكر سيدة أمل خيور اللي هي ممثلة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لومبيك، سيدة علوي المنتقري اللي تتمثل المديرية الجهوية للضرائب دوك على صعيد فاس،
وسيد أغربي، سيد بوحجار أغربي المسؤول الوطني عن مركز الأعمال تمويلكم، ودون أن ننسى السيدة فاطمة الإدريسي، السيدة فاطمة بوسلة الإدريسي اللي تتمثل MOM، دونك نائبة الرئيس ديال MOM by CGM الجهة 13 اللي خاصة بفئة المغاربة المقيمين بالخارج. فشكرا لكم جدا على قبول دعوتنا. أخيرا إذا سمحتوا لي، فنأمل أن يكون هذا اللقاء مثمرا وأن يسهم في تعزيز الروابط بين مغاربة العالم ووطنهم الأم، وأن يعزز من مكانة المغرب بصفة عامة ومكانة الجهة بصفة خاصة، هذه الجهة اللي تتسخر بعدة مؤهلات. طرق لها السيد الكاتب العام، طرقت لها السيدة نائبة الرئيس، فأنا نحاول نطرق لها بواحد طريقة واحدة أخرى. سين فيديو من بعد المرات الصور تتعبر حسن مني، فناخذوا 3 دقائق نشوفوا واحد لا كابسول إذا سمحتي، واحد الفيلم قصير على جهة فاس مكناس ببعض الأرقام، فنخليكم مع الفيلم. تتموقع جهة فاس مكناس في قلب المغرب وتضم عملتين فاس ومكناس و7 أقاليم: مولاي يعقوب، الحاجم، إفران، صفو بولمان، تازة وتونات، وهي غنية بتراثها وثروتها الطبيعية، زيادة على عدة مؤهلات تحفز تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. فيما يخص مجال الطاقة، تمتلك الجهة أحد أهم خزانات المياه في المغرب، وكذا مصادر الطاقة المتجددة مثل مزرعة الرياح بإقليم تازة. تتوفر الجهة على شبكة طرق متطورة ومطار دولي ومحطات قطار وميناء جاف، كما تزخر برأس مال بشري كفء ومؤهل، حيث تضم 266 مؤسسة تدريب مهنية والعديد من المدارس الهندسية المتخصصة. وتعتبر الجهة أول قطب جامعي وطني يشمل 6 جامعات، بما في ذلك جامعة القرويين، أقدم جامعة في العالم لم يتوقف نشاطها. يعتمد الاقتصاد الجهوي على قطاعات واعدة تنبني على الابتكار، وتشجع الرؤية الملكية للجيل الأخضر على تقنيات فلاحية مبتكرة في ظل نظام بيئي متجدد ومحاصيل متنوعة. ويعتبر المعرض الدولي للفلاحة بمكناس مناسبة لتطوير دينامية القطاع الفلاحي وإنعاش وتسويق منتجاته. وقد جعلت الجهة البحث العلمي والابتكار في مختلف السلاسل الفلاحية رافعة قوية لتطوير القطاع، كما تستقطب منطقة أغروبوليس عدة مشاريع في قطاع الصناعات الغذائية بفضل عرضها المندمج. واصلت الجهة مسارها التصاعدي في المجال الصناعي الذي بات موجها نحو قطاعات جديدة ذات نمو قوي وقيمة مضافة عالية. وتعد الجهة قطبا جذابا لمعدات السيارات والنقل السككي من خلال منصات الاستقبال التنافسية ووفرة اليد العاملة المؤهلة وإطار محفز، كما تجذب استثمارات متعددة في قطاع ترحيل الخدمات بفضل عرض عقاري جذاب وفقا للمعايير الدولية. فاس مكناس القلب التاريخي للمملكة بتراثها المادي واللامادي الثري الذي يجذب السياح من جميع أنحاء العالم. وتتمتع الجهة بالخبرة العريقة في الصناعة التقليدية، حيث تحتل المرتبة الثالثة من حيث الصادرات. تعتبر الجهة قطباً فنياً بامتياز، حيث تستضيف عدة فعاليات ذات شهرة وطنية ودولية. وتتمتع بمنتوج سياحي متنوع،
وتوفر العديد من أنشطة الترفيه والاسترخاء مع مؤهلات طبيعية ومنتجات محلية متنوعة. المركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس هو شريككم المميز، حيث يعمل كمحفز جهوي لتنمية وتطوير الاستثمار على مستوى الجهة. سواء كنتم مستثمرين أو حاملي المشاريع، ندعوكم لاكتشاف جهة غنية بالفرص الاستثمارية في ميادين ذات قيمة مضافة عالية. شكرا على التتبع ديالكم. فتنتمنى الله ان تكون نالت الاعجاب ديالكم. فكيف لاحظتوا كاين الحمد لله قطاعات واعده حاليا في الجهه، الحمد لله معروفه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. فبفضل استراتيجيه اللي قمنا كذلك بالبلوره ديالها على المدى 2030 من اجل التموقع الجهه 2027 ثم 2035 بوغ بريسي، من اجل التموقع ومن اجل النمو الاقتصادي للجهه. فكذلك قمنا بتحديد شنو هما لي زيكوسيستيم، فشنو هما المنظومات الاقتصاديه اللي تتشكل واحد التنافسيه كبيره على الصعيد الوطني والدولي. ومني تنهضروا على التنافسيه، فالتنافسيه نسبيا بالنسبه للانتظارات والتوقعات ديال المستثمرين العالميين. فقمنا بهذه الدراسه بشراكه مع مجلس الجهه، والحمد لله خرجنا بواحد الخمسه ديال المنظومات اللي فيهم قطاعات حاليا ديجا متفوقين فيها. فتنهضروا على الارتيزانات، تنهضروا على الفلاحه، ولكن هذه القطاعات هتجر معها منظومات. فالفلاحه مثلا هتجر معها لي بلونت ميديسينال اي اروماتيك، فهذه واحد المنظومه. تنشوف مثلا سي زروك سي ان سيكتور كي بوكو دو بوتونسييل. دونك النباتات العطريه وكذلك الطبيه، شكرا. فهذه تتمثل واحد دونك عندها واحد المستقبل واعد. ما ننساوش لاغواليمونتير، القطاع الصناعي الغذائي، وهذا الشيء بيان سور تيطلب واحد لوجيستيك. فهذه واحد المنظومه اللي حطيناها من ضمن الاولويات. كاين منظومه النسيج والجلد، طرقوا السيد الكاتب العام والسيده الرئيسه، طرقوا للبياك دونك لا زون اندستريال ديال عين شقاق، اللي هتوفر واحد اندستري كبير 51 هكتار. فعندنا الحمد لله راس المال، عندنا لو فونسي، عندنا العقار، عندنا راس مال بشري، وهذا هو اكبر مفخره للجهه. ما ننساوش اننا اول قطب سميتو لو كابيتال هومان على الصعيد الوطني، وهذه مفخره كبيره لنا كيف حنا مفتخرين بجاليتنا على الصعيد الدولي. فالنسيج والجيك باش ما ناخذش بزاف الوقت. كذلك كاينه السياحه والصناعه التقليديه. فهذه المنظومه حددنا شنو هما لي فيليغ اللي مهمين، دونك لو بيانيتر، لو تيرمال، لا ناتور. دونك هادو كاملين قطاعات اللي تتميز بهم جهه فاس مكناس، لان يمكن الجهه يمكن نصيبو في دوليا شي وحده اللي تعطينا التيرمال، ولكن باش تعطيك على فوا التيرمال ولو سبور وعلى فوا لو سميتو على فوا لو توريسم، لو توريسم دونك ليكو توريسم. فهادي جهه مهمه اللي حددنا دي سيركوي باش نبسطو justement ou et aussi pour optimiser la durée de séjour à la مستوى الجهه فاس مكناس. كاين الصناعات التنقل اللي فيها السكك الحديديه، اللي فيها السيارات، اللي عرفت الحمد لله واحد التطور مهم على صعيد الجهه. وهنا تنشوف السيد العمده، وتنعطي ديما المثال بألستوم اللي مقامه على صعيد لا زون ديال لاكس كوتيف، واللي الحمد لله دابا تتعرف واحد التطور مهم. الشركات عدة اللي في مكناس واللي عرفت الحمد لله تطور ودي زيكستونسيون مهمين. فهذا غير البداية، دون أن ننسى، دون أن نخفى عن ذكر الصناعات الثقافية والصناعات الإلكترونية. في هذا الوقت الراهن تنظروا على الواقع الافتراضي وألعاب الحقيقة المدمجة اللي عندنا الحمد لله. ونقول فخصنا نستغلوا العامل
العامل البشري اللي عندنا الحمد لله جد كفؤ ومؤهل باش نخلقوا فرص الشغل، والحمد لله بفضل جميع الفاعلين بفضل كذلك الولاية ومجلس الجهة فتحطوا دي بروغرام اون بارفيت كوهيزيون، وهذه هي فين تنفع لا كونفيرجونس اون بارفيت كونفيرجونس مع المخططات القطاعاتيه مع الدراسه اللي قمنا بها من اجل جوستومون الدعم ديال هاد المنظومات. ففي الاخير سمحوا لي ان اشكركم مجددا على حضوركم، ان اشكر الفاعلين المتدخلين، شكرا لكم جميعا، ونتطلع ان شاء الله الى نقاشات جد مثمره وافكار بناءه وفعاله تسهم في تحقيق رؤيتنا المشتركه لمستقبل مشرق ومستدام تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وإياه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا أمجد كيتي على المعلومات اللي تقسمتي معنا واللي شفناها بصورة كمية في الشريط القصير اللي تم العرض ديالو. كنظن أننا يمكن نباشروا في المائدة المستديرة ديالنا، فبالتالي غنادي على المتدخلين. Je les invite à rejoindre la scène. كنادي على أستاذ محمد سقلي حسيني المكلف بمندوبية مؤسسة الوسيط للمملكة بجهة فاس مكناس. تفضل مشكورا. سيدة أمل خيور رئيسة قسم دعم الشركات بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. تفضل مشكورا. وكذلك السيدة علوي مدغريزها رئيسة المصلحة الجهوية للمساعدة والاتصال بالمديرية الجهوية للضرائب. سيد بحجة الأغربي المسؤول الوطني عن مركز الأعمال بتمويلكم. والمتدخلة الخامسة فاطمة بوسالة إدريسي نائبة رئيس مكتب الجهة 13 للاتحاد العام لمقاولة المغرب. غنباشر مع الأستاذ سخلي الحسيني. اللي يمكن أولا تعرف لينا من غير الدور قبل تسليط الدور اللي يقوم به وسيط المملكة لتحفيز مغاربات الخارج الاستثمار وكذلك لحل النزاعات، كنبغي أننا نترجع بنا لاتفاقية الشراكة اللي كتربط مؤسسة وسيط المملكة مع ولاية جهة فاس مكناس وكذلك المركز الجهوي للاستثمار في جهة فاس مكناس. ليزوبجيكتيف ديالها، الأهداف ديالها. العلاقة بين الإدارة وبين المرتفقين، مهمة الدفاع عن الحقوق والإسهام في ترسيخ سيادة القانون ونشر مبادئ العدل والإنصاف ونشر قيم التخريق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية، إلى جانب الدور الأصيل المتمثل في تنمية التواصل بين الإدارة وبين المرتفقين في نطاق واحد العلاقة مبنية على الشفافية والنزاهة والحياد والتجرد. لتنقل العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، فالمقصود مرتفقين مغاربة أو أجانب، أفراد أو جماعات، أشخاص ذاتيين أو معنويين. مؤسسة وسيط المملكة في إطار الاهتمام بملف أو بمجال الاستثمار على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، وفي إطار تخريج الذكرى العشرينية لإحداثها، نظمت ندوة وطنية بمدينة فاس يوم 27 أكتوبر 2023 حول موضوع الوساطة والاستثمار. هذه الندوة الوطنية توجت بعقد اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة وسيط المملكة وبين ولاية جهة فاس مكناس والمركز الجهوي للاستثمار فاس مكناس. هذه الاتفاقية نصت ضمن ما نصت عليه، وتأي أنها تهدف إلى دعم العمل الذي يقوم به المركز الجهوي للاستثمار فاس مكناس فيما يتعلق بتسوية الخلافات بطرق ودية بين الإدارة
أو الإدارات والمستثمرين. ثانياً التعاون مع مؤسسات وسيط المملكة فيما يتعلق بمعالجة طلبات المستثمرين مغاربة وأجانب من أجل التوصل إلى تسوية ودية لخلافاتهم مع الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية. وثالثاً تحديد آليات بديلة لتسوية الخلافات ذات صلة بالاستثمار وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات صلة. ثم رابعاً خلق آليات مؤسساتية للتنسيق مع كافة الإدارات المعنية لإيجاد الحدود الودية للخلافات المتعلقة بالاستثمار وتقوية التواصل الفعال بين الإدارات والمقاولات في هذا الشأن، وأن العمل جاري بتنسيق بين مؤسسة والولاية والمركز الجوي للاستثمار من أجل انفتاح أكثر على جميع المتدخلين بغية إيجاد إن شاء الله حلول نهائية لجميع القضايا المتعلقة بالاستثمار التي تطرح على إدارتنا ومؤسستنا الجهوية. وشكرا. الهدف هو إيجاد حلول لمجموعة من الخلافات بشكل ودي متعلقة بشكل الاستثمار. لين كنت تكلم لنا أستاذ سقلي دائما معك على الأسباب اللي كتجعل هذه الخلافات هذه، ولربما الأسباب اللي كترجع كثير في الشكايات اللي كتوصلوا بها أوضحني. قلت بأن من المهام الأساسية للمؤسسة وسيط المملكة هي تنمية التواصل بين الإدارة وبين المرتفقين في نطاق علاقات مبنية على الشفافية وعلى النزاهة وعلى الحياد وعلى والتجارب. أهم الأسباب ديال بروز هذه الإشكاليات في نظري كتعلق بالجانب المتعلق بقلة التواصل وقلة التنسيق الذي يجب أن يكون سائدا بين الإدارات والمؤسسات على صعيد الجهة. من ضمن الإشكاليات اللي طرحت على المؤسسة خلال الثلاث سنوات الأخيرة هناك التأخر الحاصل في زمن تقديم التأخر الحاصل في زمن تقديم خدمات مكاتب الواجهة المتعلقة بإنشاء أو إدارة الأعمال. أيضاً هناك خلافات تترتبط بطلبات منح التراخيص والتصاريح والشهادات، وأيضاً الخلافات المرتبطة بسلطات الإدارة في تقدير الحقوق المتعلقة بإدارة الأعمال، عدم أداء بعض المستحقات المترتبة في مواجهة الإدارة وأشخاص القانون العام، وهناك أيضاً إشكالية كبرى تتمثل في امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام لفائدة المقاولات والأشخاص الذاتيين. ربما بشكل مقتضى عندك شي أرقام تقسمها معنا في هذا الاتجاه أستاذ قليل حسيني؟ رقم اللي غادي يقدر نوافقكم ما جبتش إحصائيات هو أن جهة فاس مكناس برسم التقرير السنوي المرفوع إلى صاحب الجلالة برسم سنة 2022 وهو الآن منشور في الجريدة الرسمية ويوجد في موقع المؤسسة هو أن جهة فاس مكناس احتلت بكل أسف المرتبة الأولى وطنيا فيما يخص عدد الشكايات والتظلمات ديال أفراد الجالية المغربية، احتلت المرتبة الأولى وطنيا إلى جانب جهة أربعة سلال القنيطرة. وربما الحلول لتصدي هذا الشيء؟ الحلول هو تكثيف مثل هذه اللقاءات. الحلول هو تنزيل اتفاقية ديال الشراكة والتعاون مع ولاية الجهة ومع مركز الاستثمار بما يتطلبه الأمر من جدية وفعالية. الحلول تتمثل من ضمن الحلول أن الإدارة الجهوية يتعين عليها أن تحسن بنية الاستقبال ديالها
واستقبال المواطنين المغاربه والاجانب والسماع للهموم ديالهم وبحث سبل ايجاد حلول للمشاكل التي يتخبطون فيها. وكنتمناو الخير لقدام. شكرا استاذ محمد سقلي الحسيني على كل هذه المعطيات. الان غنتوجه للسيده امل خيور رئيسه قسم دعم الشركات بالمكتب المغربي للملكيه الصناعيه والتجاريه. بدايه واحد التقديم بشكل عام للمهام ديالكم في اطار هذه المؤسسه هذه. اذا كيف ما تشوفوا هنا غندير واحد التقديم ولا واحد العرض عن شنسميوها المنصه الخاصه باحداث المقاولات بطريقه الكترونيه. غادي نتحدثوا عليه يعني بعجاله واختصار لضيق الوقت. وقبل ما نبدا ان شاء الله ندير هذا التقديم نعطيكم واحد النبذه على المكتب المغربي للملكيه الصناعيه والتجاريه. فالمكتب المغربي للملكيه الصناعيه والتجاريه هو المكتب المكلف بمسك يعني la délivrance des titres de la propriété industrielle. Il y a le منح كل ما يتعلق بشواهد متعلقة بالملكية الصناعية والتجارية من علامات ونماذج صناعية وكذلك براءات اختراع. فالمكتب المغربي كيتكلف بتقديم الطلبات وكذلك إصرار على حماية هاد لي تيتر دو بروبريتي اندستريال كوم لا تنسيهم لي الملكيه الصناعيه والتجاريه. كذلك يقوم المكتب بمنح اسماء تجاريه عن طريق تقديم شهادات سلبيه من اجل خلق المقاولات وتسميه الشركات. كذلك يسهر المكتب على مسك لوجيستر سنترال دو كوميرس اللي هو السجل التجاري المركزي الذي يضم قائمة كل الشركات التجارية والتجار يعني أشخاص ذاتيين. يقوم المكتب كذلك بنشر هذه المعلومات عن طريق يعني المنصات اللي يقوم بها أو طلب الوثائق اللي يحتاجها المستعملين وكذلك كل ما يخص التكوين في هذه المجالات. وأيضا يعني تسيير وتدبير المنصة الخاصة بخلق المقاولات بطريقة إلكترونية وهي إن شاء الله غادي نقدموها اليوم إن شاء الله باستفادة. إذا المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حرص على أنه يقوم برقمنة كاع الخدمات اللي كيقوم بها والإجراءات اللي كيعطيها. فالمكتب المغربي من أجل هذا الغرض قدم لنا يعني خلق واحد المجموعه ديال المنصات منها لا بلاتفورم ديال التطبيق اللي كيقدر المستعمل كي يقوم بتقديم وكذلك تجديد كل العقود المتعلقه بالملكيه الصناعيه والتجاريه من علامات تجاريه من براءات اختراع ونماذج صناعيه الى اخره. كذلك منصة خاصة بتقديم أو منح شواهد سلبية من أجل خلق المقاولات وكذلك كما نسميهم دي بلاتفورم انفورماسيونيل يعني من أجل تقديم معلومات. هناك لو باروميتر دو لومبيك اللي كيقوم بتقديم إحصائيات حول الملكية الصناعية والتجارية في كل ما يتعلق ب الأرقام المتعلقة بالعلامات التجارية إلى غير ذلك وكذلك المقاولات المحدثة بالمغرب. فك على يعني أتيتر ديكزامبل في سنة 2023 المغرب أولا يعني المكتب قدم أكثر من 121 ألف شهادة سلبية اللي تخولت لنا إنشاء أكثر من 93 ألف شركة و يعني تاجر مغربي من خلال هذه الخدمات اللي كيقدمها المكتب. فاليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الآلية جديدة اللي هي اون بروميير في لافريك منصة لخلق المقاولات بطريقة 100% إلكترونية
والمميز ديال هذه المنصة هو أنه الآن الناس ما عرفتش الناس اللي ديجا داروا قاموا بإجراء خلق المقاولة كيخصهم يتنقلوا عند على الأقل 5 ديال الإدارات باش كيقدر يدير لك كرياسيون. اليوم من خلال هذه المنصة فالمستعمل غادي يدير طلب واحد من لاويلي يعني في البلاصة اللي كيكون فيها سواء داخل المغرب أو خارجه غادي يدير طلب واحد من خلال أنسول فورمولير أونيك اللي غيقدم فيه الطلب ديالو ومن بعد المنصة هي التي ستقوم بإجراء وتدبير هذا الطلب ليقوم بالتنقل اللاسلكي ولا تنقولوا ديماتيرياليزي ديال هاد لو ديبو ما بين الادارات المعنيه. فهاد المنصه هادي المميز ديالها هو انه كما قلنا كاع لي فورماليتي والاجراءات اللي كيقوم بها يعني المقاول من اجل خلق المقاوله من خلال يعني طلب منح شهادة سلبية من عند المكتب المغربي من بعد منين كيسالي من عندنا كيخصو يمشي لعند لا ديريكسيون جينيرال دي زامبو اللي هي المديرية العامة للضرائب باش كياخذ لا تاكس بروفيسيونيل و يدير لونغوجيسترمون دي ستاتيو من بعد كيمشي لعند وزارة العدل باش يقدر ياخذ يدير لي ماتريكولاسيون اي بيان سور هنا تتكون لا كرياسيون ايفيكتيف ديال لونتربريز ومن بعد يضطر يمشي يدير لافيلياسيون عند الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن بعد الاشهار في الجريده الرسميه. فلا بلاتفورم تتعطينا من خلال طلب واحد انه هاد مجموعه ديال الادارات كاملين يقوم بهم هو لا ويلي من البلاصه ديالو اي سي لا بلاتفورم كي اوركستر هاد لونشينمون غنشوفو من بعد كومون سا ايلي جيري في الباك اوفيس ديال لا بلاتفورم. Donc la plateforme elle est accessible via www.directentreprise.ma. La plateforme a dit les services qui sont actuellement opérationnels. Maintenant, la demande du nom commercial ou la chahada Sylvia, qui est opérationnelle à partir de février 2021, qui est en train de faire 400,000 chahada Sylvia. À partir de février 2023, il y a eu un intelaq chiq pour la communication sur cette plateforme. Mais je vais vous dire un projet qui est très grand, qui est dans 5 ديال الادارات. من اجل اولا انجاز النصوص التنظيميه والقانونيه هذا الشيء كياخذ واحد الوقت من بعد التنسيق ما بين المنظومات المعلوماتيه الخاصه بكل اداره وباش كلهم ياتيغيو في لا بلاتفورم دونك هنا كان واحد المجهود كبير بزاف من اللي قدموه كل هاد الادارات باش يقدموا للمستعمل هاد لا بوسيبيليتي انه يقدم طلب ديالو ديال لا كرياسيون دونتربريز اترافير اون سول دوموند مي سي ان كرون ترافاي et beaucoup de va-et-vient, ça a pris des années pour que ce projet voit le jour aujourd'hui. Donc, كيفاش كتسهر المنصة على تنظيم هاد الطلبات؟ فالمستعمل هو ما كيشوفش هاد الباك اوفيس اللي كيدوز ما بين الادارات، هو كيدخل المنصة كيدير الطلب ديالو كيعمر واحد الفورمولير ان سول فورمولير سي لا بلاتفورم كي اوركستر هاد التجوال كما كنقولوا هاد التنقل ما بين الادارات. فاول اداره تتبدا بها لا بلاتفورم هي لومبيك لان خصو منح الشهاده السلبيه. اون فوا لومبيك تيمنح الشهاده السلبيه اللي كتكون فيها تسميه الشركه او الشعار. من بعد الطلب كيتنقل لعند لا دي جي اللي هي المديريه العامه للضرائب باش كتقوم بتسجيل يعني لي ستاتيو ومن بعد كتعطينا لا تاكس بروفيسيونيل اي ليدونتيفيون فيسكال. اون فوا لو دوسي اللي تريتي بار لا دي جي
كي تنصيفطوه المنصه كتصيفطو لوزاره العدل باش كي يعطيونا لي ماتريكولاسيون ريجستر دو كوميرس تقيد في سجل تجاري اللي كيعطينا هنا الخلق ديال المقاوله. ف اون فوا كي تي لو دوسي الي اجوميني ولا تريتي من عند وزاره العدل الي نوتيفيي باراليلمون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باش كيعطينا لا فيلياسيون سي ان اس اس ويقوم لا نوتيفيكاسيون لو بولتان اوفيسيال باش كتكون لا بوبليكاسيون في الجريده الرسميه. فالمميز ديال هاد لا بلاتفورم انه المستعمل كيتبع انيا وفوريا هاد لو دوسي ديالو في المكان يعني كيعرف الاداره اللي تنقل ليها وكيمكن له انه يتبع مجموعه الطلبات اللي تقدم بها وكذلك في اي تجديد كيوقع في لو دوسي ديالو الي نوتيفي با اس ام اس اي با ميل دونك الي توجور انفورمي ان انستان ريال دو تو سكي سباس سور سا بلاتفورم دونك لا سا بيرمي لا ترانسبارونس بيان سور شفافيه اللي كلشي كيترشاها وكيتمنى دونك لا بلاتفورم سي كيما تنقولوا هو هاد التفعيل ديال هاد الشفافيه وديال هاد لا ترانسبارونس اللي تيترشاها كاع المستعملين. دونك هاد لا بلاتفورم اوسي دونك معاها واحد لي ميزور داكومبانيومون لان الناس المستعملين اللي غادي يجيو تيخصهم واحد باش يكريو لو كونط باش يكون عندهم مجموعه تساؤلات. فلونك بيك دار واحد سونتر دابيل اللي هو سونتر دو ريلاسيون كليون باش كيقوم بالاجابه على كاع الاسئله اللي كيديروها يحتاجوها المستعملين. فنذكر بانه لا بلاتفورم حاليا اني با اكسي لو بوبليك بور لو مومون يعني الادارات يعني وكذلك رئيس الحكومه قرروا باش انه يكون انطلاق هذه المنصه بشكل تدريجي. فالانطلاقه بدات من فبراير 2023 في المحكمه التجاريه ديال الرباط ومن بعد في 2024 كان ليكستونسيون ديال لا بلاتفورم ا تو لي تريبيونو دو كوميرس لي هما كازا طنجي فاس اكادير وجده ومراكش وان شاء الله pour bientôt ça va être l'extension à tous les tribunaux du royaume pour les professionnels. هنا يعني المنصه مازال ما كاينش لنا لاكسي لو غران بوبليك لان كيما قلنا كاين هذا الاطار ديال التدرج في انطلاق المنصه وكذلك في المستعملين يعني كاين une grande plateforme, c'est une phase de test, de voir un petit peu les ajustements nécessaires à l'endroit de l'idarat. Ou bientôt, inchallah, t'amim l'minsa à la jamie l'moussamilien. Ou après, le grand projet, le seul issue pour la création des entreprises, réouli 100% en ligne, donc à d'avoir le hadaf de l'amchroi. فمن خلال هاد المرحله النموذجيه كانت واحد لونكيت دو ساتيسفاكسيون اللي كان الحمد لله يعني 95% ديال المستعملين ايزون ابريسي هاد لو سيرفيس بانه كان هناك تسهيل للاجراءات ديال خلق المقاوله وكانت واحد 94% ديال الناس اللي عبروا على يعني لا ساتيسفاكسيون ديالهم من خلال لي سيرفيس داكومبانيومون فورني باغ لومبيك. دونك غنشوفوا هنا بعض الاحصائيات اللي هي من خلال يعني من نهار اللي بدات فيه المنصه. فالمنصه عرفات خلق اكثر من 3300 شركه ومقاوله 100% بطريقة إلكترونية. تم إحداث 1859 كونت أو حساب مهني للمستعملين المنصة اللي كان عندنا واحد مدة معالجة أو لو ديلي دو تريتمون بوغ أن دوسي كومبلي دو 3-5 جور. دونك اللي هنا كيبين لنا بأنه كان واحد يعني تقليص في أجل خلق المقاولات اللي هي كبدايه ومازال هاد الاجل ان شاء الله غادي تكون احسن مع تطوير الخدمات ديال المنصه. وشكرا.
شكرا جزيلا سيدة أما الخيور على كل هذه المعطيات باش نصرعوا في وتيرة المائدة المستديرة ديالنا ونسمعوا جميع المتداخلين اللي معنا اليوم وكذلك المغاربة المقيمين بالخارج اللي غتعطيهم الكلمة باش يعبروا بشكل حر على الآراء ديالهم استفسارات ديالهم مع جميع الفاعلين المتدخلين اللي يمكن يجاوبوهم على مجموعة من النقاط. غادي نعطي الكلمة للأستاذة علوي من غرين زهر رئيسة المصلحة الجهوية للمساعدة والاتصال بالمديرية الجهوية للضرائب اللي غتكلم علينا على les avantages fiscaux ou التحفيزات المزايا الجبائيه que ce soit بخصوص الIR IS وكذلك التيفيا الضريبه على الدخل الضريبه على الشركات وكذلك الضريبه المضافه القيمه المضافه. السلام عليكم. يشرفني ان اتقدم بالشكر للمنظمين على دعوه المديريه الجهويه للضرائب بمناسبه اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج، وهو في إطار دعم التواصل مع المواطنين بصفة خاصة وبصفة عامة والمواطنين بالخارج بصفة خاصة. عملت المديرية العامة للضرائب على خلق مصالح جهوية للمساعدة والتواصل وأيضا تواجد مكاتب لمواكبة مواطنين بالخارج طيلة السنة من أجل اتخاذ القرارات والحلول الآنية في أقل من 24 ساعة. واسمحوا لي الآن أن أعرض عليكم بعض التحفيزات الجبائية الرئيسية. هي السياسة الجبائية بالمغرب تواصل مجهوداتها من أجل إصلاحات الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة في أفق 2026. وهو تصميم عرضنا سيكون كالتالي. أستاذة مدغري باش نحترم التوقيت وكذلك يكون عندنا الفرصة أن نسمع جميع المتداخلين، عندك 10 ديال الدقائق إن شاء الله بالنسبة للمداخلة ديالك. شكرا. وتصميم عرضنا هو كالتالي: التحفيزات الخاصة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، التحفيزات الخاصة بالادخار، التحفيزات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة ضريبة التسجيل. نبدأ بالتحفيزات الخاصة بالضريبة على الشركات. وهدف الإصلاح الخاص بالضريبة على الشركات هو الوصول إلى 3 أسعار فقط. هدف السعر الموحد في أفق 2026 هو 20% من سعر الشركات التي يقل ربحها على 100 مليون درهم، 35% بالنسبة للشركات التي يزيد ربحها على 100 مليون درهم، و 40% بالنسبة للأبناك وشركات التأمين. وهو بالتفصيل أن واحد الطابلو مفصل شركات ربحها يقل عن 300,000 درهم، شركات صغرى هو السعر الحالي في 2024 15% والهدف هو 20%، شركات الخاصة بالقطب المالي بالدار البيضاء السعر الحالي 17.5% والهدف هو 20%، شركات الأقل من 300,000 درهم ربحها ما بين 300,000 درهم ومليون درهم السعر الحالي 20% وسيبقى 20%. بالنسبة للشركات الخاضعة لسعر 20% نذكر على سبيل المثال شركة التصدير مثلا، شركة الفندقية ولا الشركة الفلاحية، الشركة الفلاحية اللي بالنسبة لرقم المعاملات ديالها تزيد على 5 مليون درهم، أقل من 5 مليون درهم هي معفية. بالنسبة للدخل هو الدخل الصافي الذي يفوق 100 مليون درهم السعر الحالي هو 27% وسيمر ل 35%، ولكن الربح الصافي ما بين مليون درهم و 100 مليون درهم 20% وسيبقى 20% في افق 2026. بالنسبه للشركات الصناعيه التي ربحها اقل من 100,000 درهم والسعر الحالي 23% في 2024 والهدف 2026 20%. بالنسبة للشركات الصناعية الأكثر من 100 مليون درهم 33% في 2024 وسيصل إلى 35%، والشركات التي يفوق ربحها مليون درهم هي مقسمة ما بين الربح الصافي أكثر من 100 مليون درهم 33% في 2024 سيمر 35%، وما بين مليون درهم و 100 مليون درهم 25.5% في 2024 وسينخفض إلى 20%. نمر الآن إلى التحفيزات الخاصة بالضريبة على الدخل. التحفيزات الخاصة بقطاع التصدير هي خاضعة لسعر مخفض 20%، ولكن هذا السعر لا يطبق إلا بالنسبة لرقم المعاملات المحقق بالعملة الصعبة. التحفيزات الخاصة بمنطقة التسريع الصناعي الإعفاء لمدة 5 سنوات الأولى ثم تطبيق سعر مخفض بنسبة 20%. التحفيزات الخاصة بقطاع التعدين هو سعر مخفض 20%. التحفيزات الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية هو سعر مخفض 20%. التحفيزات الخاصة بقطاع التعليم الخاص هو أيضا سعر مخفض 20% ولكن لمدة 5 سنوات الأولى.
التحفيزات الخاصة بالقطاع الرياضي هو الدخل الصافي الخاص بمداخل الرياضيين يخضع لخصم 80% بالنسبة لسنة 2024، 70% بالنسبة لسنة 2025 و 60% بالنسبة لسنة 2000 وفوق 2026. التحفيزات الخاصة بقطاع السياحة هو الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 5 سنوات الأولى ثم تطبيق سعر مخفض 20%. التحفيزات الخاصة بقطاع الفلاحة وإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة لرقم المعاملات أقل من 5 مليون درهم، بالنسبة لرقم المعاملات أكثر من 5 مليون درهم وتطبيق سعر مخفض 20%. التحفيزات الخاصة بالقطب المالي للدار البيضاء تخضع الأجور والتعويضات للمستخدمين في الشركات الخاصة بالقطب المالي لسعر مخفض 20% لمدة 10 سنوات. نمر للتحفيزات الخاصة بالادخار. وتم تحديد تحفيزات جبائية خاصة ببرنامج ادخار الأسهم، ادخار السكن وادخار التعليم. بخصوص برنامج ادخار الأسهم وإعفاء أرباح ومداخل الرسوم المنقولة، ولكن فقط الأداء الإلكتروني مسموح بالنسبة لبرامج ادخار الأسهم. بخصوص برنامج ادخار السكن إعفاء الفوائد المقدمة للمستفيدين من هذا البرنامج، وبخصوص برنامج ادخار التعليم إعفاء الفوائد المقدمة للمستفيدين من هذا البرنامج. نمر إلى التحفيزات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة. في إطار استمرارية الإصلاح من خلال القانون الإطار رقم 1962 هدفت السياسة الجبائية إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بين 2024 و2026 من أجل نظام ضريبي قار وواضح من خلال الأهداف التالية. كاين 3 أهداف، وهدف الأول هدف اجتماعي من أجل تخفيف العبء على الأسر. الهدف الثاني هو هدف الحياد الاقتصادي، بلوغ الحياد بخصوص الضريبة على القيمة المضافة وتجاوز مشكل تباين الأسعار. والهدف الثالث هو هدف العدالة الضريبية من خلال إدماج القطاع غير المهيكل وعقلنة التحفيزات الضريبية. نبدأ بالإعفاء مع حق الخصم. يهم هذا الإعفاء اقتناء مواد وآليات الاستثمار خلال 36 شهر من التأسيس، وإعفاء الآليات من الضريبة على القيمة المضافة بخصوص المقاولات التي توقع اتفاقيات استثمار مع الدولة تفوق قيمة الاستثمار 50 مليون درهم ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية أو ابتداء من تاريخ رخصة البناء بخصوص الشركات التي تقوم ببناء مشاريعها. نمر إلى الإعفاء مع حق الخصم. يهم أيضا الآليات والشاحنات والحافلات بخصوص النقل الطرقي والدولي، ويخص أيضا مؤسسات التعليم الخاص والتكوين. التحفيزات عن طريق نظام الواقف، وهي بخصوص الشركات المصدرة بخصوص رقم المعاملات يمكنهم اقتناء هذه المواد والآليات دون أداء تفاية الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للاقتناءات بالداخل. ثم هناك تحفيزات ضريبية لدعم المقاولات عبر استرجاع الضريبة على القيمة المضافة إذا كانت قيمة تفاية الضريبة على القيمة المضافة أكثر من التفاية المؤدت. نظام الاسترجاع للضريبة على القيمة المضافة تستفيد منه الشركات الخاضعة للتفاية للضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم. تستفيد منها أيضا مقاولات القروض الليزينج وهو الكراء مع حقية الشراء، وتستفيد منها مقاولات المختصة بتحلية مياه البحر. نمر الآن للتحفيزات الخاصة برسوم التسجيل. يخضع لسعر ثابت 1000 درهم العقود الخاصة بتأسيس الشركات أو الرفع من رأس المال على ألا يتجاوز رأس مال الشركة 500 ألف درهم، عمليات تحويل ونقل رأس مال وعمليات نقل الملكية. يخضع لرسم للسعر الثابت 200 درهم، إلغاء العقود في 24 ساعة الموالية للتأسيس وعقود الكراء للأصول التجارية. أما الإعفاء من رسوم التسجيل فهو بخصوص الرفع من رأس مال الشركات المتواجدة بمناطق التسريع الصناعي. ونشكركم على اهتمامكم. شكرا جزيلا للسيدة علوي مغرينزا. الآن كيما السيد بوحشر أغربي المسؤول الوطني عن مركز الأعمال بالتمويلكم اللي غيتقاسم معنا لي ميكانيزم دانترفونسيون آليات التدخل ديالكم في هذا الإطار هذا، تفضل. شكرا نسرين والمسؤول جهوي. داكوغ، أولا لا يفوتني أن أشكر ولاية جهة فاس مكناس ومركز الجهوي للاستثمار على الاستضافة باش نحضر معكم في هذا اللقاء. التواصل اللي هو مهم جدا،
ونعطيكم فكره على اولا شكون هي تمويلكم، لان بزاف اللي ما كيعرفهاش، وثانيا شنو مجدل المغاربه المقيمين بالخارج، اخواننا المغاربه المقيمين بالخارج. فتمويلكم هو الاسم التجاري، الاسم ديال الشركه هي الشركه الوطنيه للضمان وتمويل المقاوله. احنا متواجدين في السوق منذ اكثر من 75 سنه، تم انشائنا سنه 1949 بظاهر الشريف. عرفت هالمؤسسة ديالنا مجموعة ديال التحويلات باش تتأقلم مع الاحتياجات ديال السوق المالي واحتياجات المقاولات، لأن في الأخير شكون شنو اللي كيهمنا حنا هي المقاولة، وبصفة خاصة المغاربة المقيمين بالخارج بما أننا حاضرين في هذا اليوم التواصلي. إذا شنو الدور ديالنا؟ الدور ديالنا هو دور تحفيزي. حنايا كمنشط كندخلوا السوق المالي، تدخل ديالنا في السوق المالي كيتم عن طريق الابناء، دونك ما كنمشيوش مباشره للمقاوله او لي زونتربريز كونسيرني. دونك لونتري لا بورت دونتري ديالنا هي لي بون، ولكن من خلال الابناء كنحاولوا نشوفوا الاحتياجات ديال المقاولات ديال المقاولين. فالتعامل ديالنا من خلال هذا لو سلايد هذا كيبين على اننا كنتعاملوا مع جميع الابناء الكلاسيكيه، مع الابناء التشاركيه، مع لي فون دو كابيتال ريسك، مع المؤسسات ديال الميكرو كريدي، مع المؤسسات ديال التمويل، الناس اللي كيديروا الليزينغ، دونك كنتعاملوا معاهم، كنتعاملوا مع لي زاكسيلاتور لي انكوباتور، وفي الاخير كنتعاملوا مع لي اسوسياسيون ديال لي بريدونور، الجمعيات اللي كدير قروض الشرف. وعلى بين قوسين في الجهه ديالنا كاين جهه مبادره مبادره الكناس اللي هي وقعت اتفاقيه معنا، من خلالها ممكن اعضاء ديال الجمعيه انهم يقترضوا من هاد الجمعيه هذه، وحنا كنضمنوا دوك القروض هذيك في حدود 300,000 درهم. بالنسبه للتدخل ديالنا في السوق المالي اللي كيكون هو من خلال الابناك ومن خلال القروض اللي كتعطى المقاولات، يعني باش نزيد نبسط المساله، انه المقاوله الا كان عندها مشروع مربح والبنكه مقتنعه بداك المشروع وباغيه تمولو، ولكن ديك المقاوله عندها ضمانات غير كافيه او هشه نوعا ما، فاحنا كندخلوا على الخط بعد الدراسه ديال الملف، ولا شفنا انه فعلا المشروع مربح فكنشجعوا البنك الابناك انها تمول ذاك المشروع، وحنا كنعطيو الضمانه ديالنا. دونك هذا التدخل الاول ديالنا. كما يمكننا اننا ندخلوا من خلال قروض كنعطيوها حنايا، كما يمكننا اننا ندخلوا من خلال اعطاء ضمانات لي فون دو كابيتال ريسك. دونك كاين التدخل الاول هو من خلال الضمانات، التدخل الثاني من خلال التمويل المشترك مع الابناك في قطاعات اللي الدوله كتشوفها قطاعات حيويه وباغيه تطورها، وغادي نشوفوهم الصناعه، الخدمات، الشركات اللي كدير التصدير، الشركات اللي عندها علاقه بالمحافظه على البيئه. دونك كاع هادو مجالات ديال التدخل ديالنا. والقروض البنكيه اللي كندخلوا فيها هي جميع القروض، سواء كانت قروض متعلقه بانشاء المقاوله او المقاوله تنشات وبغي تطور ذاتها، دونك سيليكستونسيون ولا ديفلوبمون ديال لونتربريز، دونك حتى هنا كندخلوا. مثلا الشركه وقع لها مشكل في المسار ديالها وبغات اون ريستركتوراسيون، اعاده الهيكله ديال القروض ديالها مع الابناك، فحتى هنا كان ممكن اننا ندخلوا. مثلا شركه او مقاول بغى يشري شركه وخصو قروض بنكيه من اجل باش ياخذ هاد الحصص في الشركه السيب، دونك حتى هنا ممكن اننا نضمنوا القروض اللي كتعطى في هاد لو سونس هذا، بالاضافه الى القروض القصيره المدى. يعني لونتربريز او المقاوله ما محتاجاش غير في من اجل الانشاء او التطوير، وانما محتاجه احتياجات ماليه من اجل انها تساير يوميا لو فونكسيونمون ديال التشغيل ديالها. فمن خلال نعطيو ليكزومبل ديال فاسيل دي كاس، لي كوسيون ادمينستراتيف، لي كريدي كومبان، كلهم هادو قروض قصيره المدى ممكن اننا نضمنوهم باش نشجعوا المقاوله في الاستمرار في العمل ديالها، لان المقاوله وبالخصوص المقاوله الصغيره والمتوسطه سي لو شوفال دو باتاي، هي اللي كتعطي لا ريشيس لهاد البلاد هذه. ف 96% من الناتج الوطني مشكل بهاد المقاولات. كيبقى عاوتاني المجال التدخل ديالنا وهو الانوفاسيون، الابتكار، من خلال اننا نشأنا واحد الصندوق اللي هو لو فون انفست منذ سنه 1900 2017
بمشاركة مع وزارة المالية والبنك الدولي، وهذا التخصص ديالك يمشي للصغيرة دي ستارت اب، الشركات المبتكرة. إلى حد الآن رانا تقريبا مولنا واحد 500 ستارت اب، ومؤخرا تم التوقيع مع مجموعة ديال لي بارتنير من أجل اون نوفيل جينيراسيون ديال لي برودوي دي ديال لينوفاسيون، مجموعة ديال المنتجات ديالنا اللي غادي يمشيو باش يساعدوا ويزيدوا يطوروا من هاد لي ستارت اب والتطور ديالهم في المجتمع، لان هما سيتون سورس سيتون نيش ديال ريشاس بالنسبه للايكونومي ناسيونال. بالاضافه الى هاد المقاوله، فهناك الاشخاص الذاتيين لي بارتيكولير اللي ممكن يستافدوا من لي برودوي ديالنا من خلال قروض السكن، وفي المقدمه ديالهم الاخوان ديالنا ديال مغرب العالم فكيستافدوا من الضمان ديالنا فوغالوج، كذلك لي فونكسيونير الناس اللي في القطاعات الحكوميه او الخاصه هما كيستافدوا من الدعم ديال الضمانه ديالنا في هاد القروض. فاش كاين عكس هذا فاش كيبان، كاين من خلال خفض في سعر الفائده. بالاضافه للناس الطلبه اللي يبغيو يوصلوا الدراسات العليا ديالهم، فممكن ان يستافدوا لي بري اتيديون قروض الطلبه، وهنا كنضمنوا هذا القروض هذا اللي كيمشيو حتى لخمس سنين. بما اننا اليوم العالمي اليوم الوطني عفوا اليوم الوطني لمغاربه العالم، لا باس اننا نذكروا بمجموعه من الارقام. ف عندنا واحد لابخيم واحد الملحه اللي كتعطيها تمويلكم المغاربه المقيمين بالخارج، فاكثر من 400 مليون درهم اللي ديال ليزانفيستيسمون كي اون ايتي اكومباني. هاد 400 مليون درهم كتعطى فيها واحد الملحه ديال 10%، اكثر من 80% من هاد الاستثمارات كتخص قطاعات الصحه والسياحه والصناعه. وهاد لي زانفيستيسمون اي سون هاد الاستثمارات فهي موزعه بشكل متساوي على جميع جهات المغرب. فجهه فاس المكناس تقريبا عندنا واحد من ديزاين دو دوسي، واحد تقريبا شات ديال التواصل ما يناهز تقريبا حتى واحد 10 مليون درهم ديال المنح اللي تعطات. هذه تقريبا هذه واحد ديزاين. بالنسبه ل لوف غارونتي تي بي ام، فالمشاريع اللي فيها المغاربة العالم تقريبا كتشكل 21% من مجمل القروض المشاريع اللي مضمونة، واكثر من 500 مليون درهم ديال الاستثمارات اللي هي كنواكبوها تقريبا سنويا. بالنسبه لوف دي ستارت اب، ف 50% من المحفظه ديال هاد لي ستارت اب فهي مشكله من مغاربه العالم، وكثر من 100 ستارت اب اي بروجي انوفون اون تي بريزونتي بار لي ماروكان دو موند اي اوبتوني دي فينانسمون او بروميي ستاد. بالنسبه لي بروجي فينتك ريتايل تك اون تي دي ستارت اب سون انيسي بار لي ماروكان دو موند. دونك كنلقاو بلي ان مغاربه العالم تقريبا موجودين بشكل مكثف في قطاع لي ستارت اب. اخيرا في مجال الضمانات ديال السكن، ف المشاريع المموله لفائده مغاربه العالم كتشكل واحد 27% من حيث العدد و40% من حيث الغلاف المالي في اطار فوغالوج. بالنسبه لاكثر من 18000 عائله من مغاربه العالم استفدوا بالسكن في المغرب، واستفدوا بالدعم ديال عفوا ماشي الدعم، ضمان فوغالوج. بالنسبة لمغاربة العالم المتواجدين في السوق الأوروبية المشتركة فيشكلون أكثر من 80%. دونك شنو هما الميكانيزمات أو الآليات اللي كتوضحهم تمويلكم رهن إشارة مغاربة العالم؟ فأول كاين الأم دي أم إنفست، المنحة اللي تكلمت عليها، وهي منحة يعني كتعطيها الدولة وما كتستناش يعني لي با رومبورسابل، سي اون سوبونسيون. هاد لا سوبونسيون اللي كتعطى المشاريع الاستثمار سواء كان كرياسيون او اكستنسيون، ولهاد المشاريع خصها تكون على الاقل المبلغ ديالها هي فوق مليون درهم. هادي كانت ديجا موجوده، هاد المنحه كانت ديجا موجوده، كان فيها واحد الاشكال ديال 25% اللي كنا كنطلبوها من مغاربه العالم يجيبوها على شكل تحويلات العمله الصعبه،
هذا كان يشكل واحد العائق بالنسبه لهم، لان سي با ايفيدون، ماشي سهله. اذا كانوا مشاريع كبار، اذا كان المشروع مثلا فيه 50 مليون درهم، راه ماشي سهل باش يجيب 12 مليون و500 ولا 13 مليون درهم. دونك حيدنا هذه باش نسهلوا اكثر المغاربه العالم باش يستافدوا بهذه المنحه هذه. دونك ولات فقط 20% من اجمال الاستثمار، وهذه المنحه كتشكل 10% من المبلغ الاجمالي ديال الاستثمار في حدود 5 مليون درهم. اما ما تبقى فيمكن يمولوا المقاول المغربي المقيم بالخارج، سواء بال لي فون بروب يعني المال الخاص، او انه يلتجا الى بنك من اجل تمويل بنكي. بالنسبه للاليه الثانيه وهي اليه التمويل المشترك، سي ان كريدي دو كوفينونسمون، لا سي ان كريدي كي رومبورسي. دونك هذا قرض اللي كيتعطى ولكن يتم التسديد ديالو. هذا كيجي تكمله للمنحه، يعني الانسان الا ما قدرش ما كفاتوش المنحه ممكن انه يلتجا للبنكة. وهذا تمويل مشترك، يعني خاص يكون هذا قرض ديال البنك زائد هذا التمويل المشترك. والقطاعات اللي الدوله باغيه تشجعهم فهي الصناعه والخدمات المتعلقه بالصناعه مرتبطه بالصناعه، التعليم، ترونسبور ولوجيستيك، الطاقه والاقتصاد الاخضر، كل ما هو تكنولوجي او الرقمنه، لا فابريكاسيون دي برودوي تيروار، الفندقه او النشاط السياحي، وفي الاخير الصحه. الخصائص ديال هذه الاليه اللي هي التمويل المشترك، فهو قرض احنا كنساهموا فيه ب 40% ماكسيموم. الحد الادنى اللي كنعطيوه هو 1 مليون درهم في سقف ديال 5 مليون درهم لمده 7 سنين افيك ان ديفيري كي بو الي جوسكا 2 ans. سعر الفائده فهو جد يعني منخفض، فهو 2.5%. دونك هذا كيتم من خلال المقاول او المغربي المقيم بالخارج، ينتج البنكة ديالو اللي كيتعامل معها، وينزل الملف ديالو ويطلب قرض بنكي ويطلب تمويل مشترك ديالنا. بالنسبه للناس اللي ما يمكن لهمش ما توفرش فيهم الشروط باش يستافدوا بهذه الاليه الجوج، كاين اليات اخرين اللي هما بالنسبه لا غارونتي، ضمان بالنسبه للمشاريع ديال الاستثمار، ضمان بالنسبه لي بيزوان ديال الكريدي فونكسيونمون. بالنسبه للقروض البنكيه اللي هي قلبا 1 مليون درهم يعني 100 مليون، فهناك اليه ديال الضمان اللي ممكن تصل حتى 80%. واخيرا هناك ضمان مع البنك التشاركيه. في الاخير هناك ميكانيزم ديال لي ستارت اب تمويلكم وضع راه الاشاره ديال الماروكان ديال مغاربه العالم، مجموعه ديال الاليات اللي كتواكب خلق لا ستارت اب من الخلق ديالها التطوير ديالها الى غايه التطور والاسرع في التنميه ديالها. وشكرا. شكرا جزيلا سيد عقابي على كل التوضيحات. والان غنمروا للمتدخله الخامسه والاخيره، نائبه رئيس مكتب الجهاد الفاش في الاتحاد العام لمقاولات المغرب. Donc si vous pouvez nous parler dans un premier temps des missions qui vous sont assignées, et puis si vous pouvez également dresser un bilan d'étape par rapport à tout ce qui a été fait jusqu'ici, les choses qui vont et ce qui ne va pas, et comment travailler de concert avec tous les intervenants concernés pour y remédier. Donc Nahem Dielko, au cas d'alik, il y a un chat avec nous, حصلة ربما أكثر حالة حول المنجزات وكل ما كان القيام به، وكذلك الأشياء اللي ما زال يجب العمل عليها بواحد مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين. شكرا. Merci Nisrine. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Monsieur le secrétaire général, Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les intervenants. Alors je bascule en français parce que je suis comme vous. Voilà, je suis marocaine du monde, j'ai grandi en France. J'ai créé ma première entreprise il y a 15 ans avant de passer le cap de la création d'entreprise au Maroc il y a 5 ans. Et j'ai rejoint la CHEM, donc la 13e région, dès la création en 2017. Donc, peut-être, Nisrine, remettre dans le contexte ce que c'est que la CGEM et pourquoi cette 13e région a été créée. Donc, la CGEM, c'est la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Donc, c'est l'équivalent pour la France, parce que je pense qu'il y a pas mal de francophones, du MEDEF ou de la CGEM. Donc, c'est le représentant du secteur privé des patrons du Maroc. Donc, il y a plus de 90 000 entreprises qui sont inscrites, qui sont adhérentes à la CGEM.
Et on trouve donc des directions régionales dans les 12 régions du Maroc. Donc partout où vous irez investir, vous aurez un bureau CGEM. Le siège social est à Casablanca. Et la 13e région a été créée en 2017 pour regrouper de manière virtuelle tous les Marocains entrepreneurs du monde et au potentiel. Alors pourquoi et au potentiel? Parce qu'on part du principe que bah, les professeurs-chercheurs ou alors les cadres supérieurs ont aussi une valeur ajoutée sur l'investissement au Maroc. Il y a des fois des décisions qui sont prises dans des comités d'entreprise ou au sein de la gouvernance de grandes entreprises qui peuvent être bénéfiques au Maroc. On a eu le cas de Bombardier il y a quelques années, où voilà, c'est une Marocaine du monde qui a appuyé pour qu'il y ait une unité de production au Maroc. Donc voilà pourquoi on intègre aussi les hauts potentiels. Donc on est, si vous voulez, la région qui fait le lien avec toutes les régions, mais aussi toutes les institutions que vous voyez ici, et d'autres institutions, comme l'AMDI par exemple. On travaille de concert avec eux, on travaille également de concert avec le CCME, avec qui on a créé des groupes virtuels, donc des groupes WhatsApp, sur lesquels vous pouvez vous arrimer. Donc on a des groupes qui sont en lien avec les fédérations métiers, parce qu'au sein de la CGEM, une fois que vous adhérez, vous êtes affilié automatiquement à votre fédération métier, c'est-à-dire que si vous intervenez dans le cadre du secteur industrie automobile, de l'industrie aéronautique, des services, de l'agriculture, et ben, vous êtes tout de suite affilié à la fédération et sur mon groupe WhatsApp à la fédération métier, donc avec tous les autres Marocains du monde et avec les acteurs dans le pays qui sont en lien avec cette fédération. On a aussi, donc, pour continuer sur les groupes, des groupes pays. Donc, c'est-à-dire qu'on a des groupes pour la Hollande, la Belgique, les pays asiatiques, le Moyen-Orient. Enfin voilà, il faut savoir que nous sommes dans 120 pays. C'est extraordinaire. Dernièrement, on a une réunion avec des Marocains du monde organisée par le département MRE. Et nous sommes dans des pré-pays improbables. J'ai rencontré des Marocains du monde au Panama, en Hongrie, en Australie, et très, très bien implantés. Donc soit avec des postes à responsabilité dans des institutions qui comptent, ou alors qui ont leurs entreprises. Donc ces groupes-là, c'est pareil, une fois que vous êtes affilié, ben, on vous arrive au groupe, comme ça vous avez toutes les informations qui sont en lien aussi avec l'investissement, donc Belgique-Maroc, Allemagne-Maroc, enfin, on travaille aussi de concert avec les bailleurs de fonds. Donc quand il y a des programmes, par exemple avec la GIZ, les NABEL, l'Union Européenne, et ben, vous avez aussi les informations. Exception faite pour la France, où nous avons un groupe par consulat. Parce que la France, historiquement, c'est le pays où il y a le plus de Marocains du monde. Donc là, on a créé des groupes par circonscription pour consulat. Alors ces groupes-là, ça m'amène, je vous ai parlé des fédérations, des commissions, à vous parler des 5 piliers. Alors très volontairement, je n'ai pas voulu vous projeter la présentation, vous pourrez la retrouver, on pourra vous l'envoyer. Il y a une vidéo qui a été faite aussi de la part de Sikali Mahmoud, qui est notre président, où il présente les 5 piliers. Elle est en français, traduite en arabe, en anglais, enfin voilà, vous retrouvez tous ces éléments-là. Voilà, je vais y aller spontanément, puis si vous avez des questions, après on pourra les répondre, et on pourra répondre également en arabe, en anglais, avec Fatem Zahra tout à l'heure dans la salle. Donc, tout ça, on l'a fait pourquoi? Ben, pour que vous puissiez faire du lobbying. Le lobbying, bizarrement, chez nous, les Marocains et les Marocains du monde, parce que c'est un gros mot, il y a d'autres cultures, dans d'autres cultures, d'autres populations, on ne va pas nommer ben, les Turcs, les Chinois, la communauté juive, où le lobbying fait partie prenante de leur culture. Donc l'idée, c'était vraiment de créer du lobbying entre nous, de pouvoir s'entraider. Pas forcément, bon, bien sûr que l'objectif final, c'est de créer l'entreprise au Maroc, attention, mais si vous avez une volonté de créer une entreprise avec une consoeur ou un confrère qui est aux États-Unis, eh bien pourquoi pas. L'idée, c'est vraiment l'entraide et que ce mot lobbying, il soit ancré dans nos actions à tous et dans nos têtes, qu'on marche et qu'on avance dans l'objectif commun pour le Maroc avec ce mot-là. Donc vraiment le networking, le lobbying. Et ça se fait vraiment très très bien de manière virtuelle. On l'a expérimenté, on fait des visions entre nous, on a des rencontres de temps en temps. Je pense qu'à Hafeda, tu pourras en témoigner parce qu'elle fait partie aussi
de nos groupes. Donc l'idée, c'était ça, c'était vraiment de créer du lobbying. Un des piliers aussi qui s'appelle Sky's No Limit, ben, c'est vraiment de créer du lien entre vous. Vous pouvez très bien trouver, ben, je ne sais pas, un fournisseur en Chine ou alors sous-traiter une compétence technique. Bon, on a une Marocaine du monde d'ailleurs qui embauche aussi bien des ingénieurs au Maroc qu'en Palestine. Donc elle est passée par un Marocain du monde. Donc voyez, l'idée c'est vraiment ça, c'est que Marocain du monde, ok, pour le bien du Maroc, mais aussi entre nous, dans les 120 pays dans lesquels nous sommes. Un des piliers aussi qui est important, et je trouve qu'on n'exploite pas assez, c'est nous, Marocains du monde, on peut être ambassadeurs pour vos entreprises qui sont ici au Maroc, et notamment sur la région de Fès Meknès, qui est une région qui est très riche, que j'affectionne très particulièrement. Au niveau de l'artisanat, tout à l'heure, Monsieur Kitty a parlé des plantes médicinales, tout ça. Donc, on peut être ambassadeur d'une entreprise qui souhaiterait exporter ou s'installer dans un pays dans lequel nous sommes. Et là, on peut vraiment être une vraie valeur ajoutée. Et ça, ça a été expérimenté. Il y a la société Kenz là, qui distribue tous ces produits agroalimentaires à travers toute l'Europe. Ben, voilà, ce sont des choses qui marchent. On a une Telsia aussi qui est très bien implantée avec leur centre d'appel à travers la France. Donc ça, c'est au niveau des ambassadeurs. Je vais essayer de rien oublier. Ah oui, alors un des piliers, et je pense que c'est le plus important, le pilier corridor. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé ce qu'on appelle le corridor. C'est comme un espace de médiation, entre guillemets, qui permet à nos Marocains entrepreneurs du monde, dès lors qu'ils ont un problème ou une problématique, une incompréhension avec une administration, ils nous contactent, il y a une adresse email, et puis nous, on se fait la passerelle entre nous et l'administration. Et moi, je l'ai expérimenté, hein, de toute façon, ça, voilà, ça marche très très bien quand on a quelqu'un qui nous comprend. C'est ça aussi le plus important, parce que il y a la notion d'interculturalité qu'il faut pas oublier. Oui, nous sommes tous marocains, mais on est modelés à la manière du pays dans lequel on a grandi. Et surtout, on le voit très bien avec la troisième, la quatrième génération qui, aujourd'hui, en plus, la troisième, quatrième génération, ils viennent, ils investissent, mais sans retenue, beaucoup plus que nos parents ou peut-être ma génération à moi. Et ça, c'est vraiment très, très important. Parce que la problématique qui est soulevée par les Marocains du monde aujourd'hui, c'est quand on leur demande, mais pour vous, qu'est-ce qu'évoque votre parcours entrepreneurial au Maroc? Ils me disent, oh, l'administration. Administration, administration. Alors, on a l'impression que c'est un gros mot. Alors, nous, on les rassure en leur disant, mais c'est normal, c'est culturel. Et puis, les Marocains du Maroc vivent la même chose que vous. Voilà, donc ça, ça les rassure. Et l'administration au Maroc aujourd'hui a fait énormément d'efforts. Il y a beaucoup de procédures qui sont digitalisées. Dès lors où vous avez un contact, vous êtes très bien accueilli, la personne elle suit votre dossier. Donc c'est ça aussi notre rôle, c'est vraiment de les orienter vers la bonne personne et puis aussi de leur faire comprendre que culturellement, il y a des choses qui se passent. Au même titre que si on irait investir par exemple au Portugal ou en Allemagne, ben, on aurait aussi ces problématiques culturelles. Alors, concernant toutes ces problématiques culturelles, entre guillemets, on a initié des formations donc, qui se passent en distanciel, en hybride, en présentiel. Ça nous permet de nous retrouver, nous, Marocains du monde, soit virtuellement, soit en présentiel entre nous. Et donc, ces formations, on les a expérimentées l'année dernière. Et ça marche très, très bien. Donc, des formations sur l'interculturalité. On a commencé aussi un stewardship talk sur la protection de la marque avec l'OMPIC. Ça, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup aidé nos Marocains du monde. On va travailler aussi sur des problématiques managériales, les problématiques de recrutement, par exemple au Maroc, parce qu'on ne manage pas des équipes au Maroc comme on les managerait en Allemagne, en France, en Belgique. Donc ça aussi, c'est des problématiques qu'on a travaillées. Et une formation que j'affectionne tout particulièrement, une thématique, c'est le branding au féminin. Donc nous, Marocains du monde, avant même de créer les Ladies MEM, on était regroupés entre nous de manière virtuelle, il y avait pas mal d'entraînes. Et en fait, on a souhaité l'officialiser via CGEM et on travaille sur cette question du bio féminin. Parce que
C'est vrai que pour la plupart d'entre nous, on n'a peut-être pas eu de problématiques qui sont liées au genre lorsqu'on a voulu créer, mais on a certaines femmes qui se mettent des freins elles-mêmes. Et donc l'idée de créer ce groupe, c'était justement qu'elles puissent avoir des mentors auprès d'elles, qui puissent justement les aider sur leur parcours entrepreneurial. Cette question du mentorat, elle est aussi, elle a été étendue à tous les gens. Donc on a créé également un dispositif de mentorat qu'on est en train d'expérimenter. Et l'idée, c'est que donc, des mentors marocains d'ici puissent mentorer des Marocains du monde et qu'ensuite, nos Marocains du monde, soit ils mentorent des Marocains du monde, soit des Marocains du Maroc, dans des régions isolées, dans leur région de prédilection, dans un parcours entrepreneurial. Donc je pense que j'ai fait le tour au niveau de nos dispositifs. Donc si vous avez des questions, moi je reste à votre disposition. Au niveau de la langue qui est utilisée, nous, sur nos groupes, on a essentiellement le français et l'anglais. Au niveau de nos cafés, ce qu'on appelle nos cafés ladies, mais sur TikTok, une fois en français, une fois en anglais, puis de toute façon, vous pourrez retrouver tous nos éléments sur notre site internet. Merci. Merci beaucoup, Madame Idrissi, pour cet éclairage. Donc, avant de conclure, peut-être notre table ronde, le chorouf, l'estima, le moutadkhilin, l'akharin, les kaymitlou, le jalia, le maghribia, le moukima, le kharij. لربما احد من المتدخلين عنده شي اضافه يود الاضافه شي اضافه ربما اللي ما تحش الفرصه استاذ الحسيني بسم الله الرحمن الرحيم اسمحوا لي ان اوضح لكم لانني اعتقدت عند اعطائي الكلمه انها كانت عباره عن توطئه ومقدمه تعريفيه للمؤسسه ليس الا على اساس ان العروض التفصيلية ستقدم لاحقاً. إذن اسمحوا لي أن أعبر لكم سيدتي العام، سيد ممثل المركز الجوي للاستثمار، سيدة نائبة رئيس الجهة، سيدات والسادة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الأوفياء والأعزاء، السادة ممثلي المنابر الإعلامية والحضور الكريم. كنعبركم عن دواعي صورة مؤسسات وسيط المملكة باش تحضر معكم هذا اللقاء التواصلي. المخلد لليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج لكي يجسد بطبيعة الحال الرابط القوي لكي يربط المغرب بالأبناء ديالو ببلدان أو دول الإقامة. اللي كنرحب بهم وكندعوهم إلى عدم تردد في مراجعة مؤسسة وسيط المملكة مركزياً وجهوياً ومحلياً لتقديم طلباتهم وتظلماتهم واقتراحاتهم من منطلق القوة الاقتراحية اللي تتمتع بها مؤسسة وسيط اللي بإمكانها التدخل تشريعياً لاقتراح تعديل قاعدة قانونية أو مراجعة نص تنظيم. الإضافة اللي بغيت نضيف لكم السيدات والسادة هو أنني بغيت نطلعكم على الكيفيات اللي يمكنكم من خلالها مراجعة مؤسسة وسيط المملكة المغربية. مؤسسة وسيط وضعت عدة طرق ووسائل لتلقي واستقبال تظلمات والطلبات ديال المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج على غرار المغاربة المقيمين داخل المملكة من خلال إحداث منصات رقمية من قبيل اي وسيط وتطبيق اي بلانت أو فضاء المواطن يتم تحميله عن طريق الهواتف الذكية وهذه الإمكانية ساعدت بشكل كبير في تلقي تظلمات مغاربة العالم وتتبع المآلات ديالها إلى جانب باقي بالطبع الوسائل المتعرف عليها. مؤسسة الوسيط عملت على توقيع مذكرة تفاهم مع الوزارة الوصية للتنسيق والتعاون
من أجل تمكينكم من خدمات إدارية جيدة ومن تدبير مندمج ومتناسق للتظلمات ديالكم والطلبة ديالكم. على صعيد آخر، مؤسسة الوسيط برمت العدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مدرائها في الخارج لضمان مساعدة أفراد الجالية المغربية لدى بلدان أو إدارات بلدان الإقامة، ويمكن في هذا المقام الاستفادة من خدمات القرب في البلدان التي تجمعنا معها علاقات شراكة ثنائية، وأخص بالذكر فرنسا، الكيبيك، الدنمارك، إسبانيا، هولندا، الكوت ديفوار، النيجر، البنين، مالي، أذربيجان، الأردن، السودان، روسيا. ويمكنكم أيضا الاستفادة من خدمات النظراء أعضاء جمعية الأمبوتسمان والوسطاء المتوسطيين، وجمعية الأمبوتسمان الفرنكفونيين، وجمعية أمبوتسمانات دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي. ويمكنكم الاطلاع على ذلك أكثر من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو من خلال المطويات الموضوعة رهن إشارتكم برواق المخصص للمؤسسة خارج القاعة. وشكرا لكم. شكرا جزيلا للسيد محمد صالح حسيني على هذه الاضاءات القيمه. كنظن ان بهذا يمكن نختتموا الاشغال ديال المائده المستديره ديالنا، وبالتالي غنعطيو الكلمه للعديد من افراد الجاليه المقيمين بالخارج خصوصا بشكل حضوري وكذلك عن بعد. فاول شهاده واول تقييم وعرض غادي نسمعوه مع الاستاذه حفيظه مقديري، تفضلي مشكوره. Salam alaikum et bonjour tout le monde. Comme Madame Idrissi l'a dit, donc mon intervention sera plutôt en français. Malheureusement, il y aura un petit peu d'arabe, mais bon, vous m'excuserez d'avance. Donc alors, je suis une Marocaine du monde. Là, c'est avec un immense plaisir que j'ai pris l'avion hier soir pour venir assister à cette journée. Pour fêter la journée nationale des Marocains du monde. Pourquoi je suis revenue? J'étais invitée l'année dernière, et donc quand j'étais partie, j'étais partie avec beaucoup de choses, d'informations utiles, de connexions. J'ai découvert pas mal d'administrations que je ne connaissais pas avant, et je peux vous garantir que depuis l'année dernière, j'ai l'impression que j'avais un peu le vent en poupe pour avancer dans mon projet. Ça, c'est pour commencer. Alors, je tiens à remercier vivement le CRI pour cette journée. Tous les organisateurs, tous les participants de la table ronde, mais aussi ceux qui sont là pour célébrer cette journée qui est très importante pour le Maroc et qui n'est pas née par rien. C'est suite à l'appel de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Donc, on a toujours été donc cité dans ces discours, et je suis certaine que beaucoup de Marocains du monde ont déjà fait le pas pour revenir, pour investir dans leur pays, mais il y en aura d'autres de plus en plus. Pour revenir à toutes les interventions que, de la table ronde, j'ai encore découvert d'autres choses. Je n'étais pas au courant de la présence, de l'existence de l'institution du médiateur du royaume. C'est une très bonne chose. Ça ne veut pas dire que tous mes problèmes et que tous les obstacles n'ont pas été, on va dire, résolus. Il y avait d'autres médiateurs, heureusement, par région, par localité, etc. Si je reviens à l'OMPIC, oui, je confirme, effectivement, on peut enregistrer sur une plateforme. J'ai enregistré ma marque sur la plateforme sans aucun problème. Pour les impôts également, c'est la même chose. Donc, on peut tout faire sur la plateforme. J'ai bénéficié de ce que vous avez cité pendant les 5 premières années de création. Et puis, le Tamwil, je n'ai pas encore l'occasion de le tester, mais je pense que ça va être bientôt sur un autre projet. Et puis finalement, je suis fière d'appartenir à la MEM, la CGEM, depuis effectivement l'année dernière, où j'ai rencontré Madame Boussala ici, enfin pas dans ce lieu-là, mais lors de la journée nationale. Et donc depuis, je fais partie de cette organisation, la MEM, la CGEM, et je peux vous garantir, c'est pareil,
C'est quelque chose qui a apporté énormément à mon projet par l'information de haut niveau que la MEM et CGM a assuré de vraiment de haut niveau pour le management, pour le recrutement, comment se comporter en public, etc. Donc, moi j'encourage tous les Marocains du monde ou les Marocains du monde qui sont là d'y adhérer parce que vraiment, c'est une connexion déjà entre les Marocains du monde. Je suis en connexion avec les États-Unis, avec la Hollande, avec la Belgique, toujours dans le cadre de mon projet. Et bien évidemment, on a des groupes dans lesquels on échange sur tous les événements marocains, mais aussi sur tous les besoins, tous les problèmes. Et Madame Boussala est toujours là, est toujours là pour nous aider là-dessus. Si je reviens à mon projet. L'année dernière, j'avais parlé des problèmes d'administration. Effectivement, bah, depuis l'amélioration, je dirais qu'elle est continue. Moi, personnellement, je vois énormément d'évolution. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucun problème, mais je pense qu'on est dans le cadre de l'amélioration continue. Et avec la digitalisation, vous l'avez évoqué, c'est la transparence. C'est plus des dossiers papier sur lesquels on va attendre. Non, il n'est pas arrivé, il n'est pas bon. Sur les plateformes digitales, on a l'information. Le dossier est bon ou il n'est pas bon. Donc ça, c'est un grand pas pour les Marocains du monde et pour tous les Marocains. Mon projet, alors, il consiste en l'agriculture biologique. Donc c'est un projet qui a été lancé en 2019 et le produit phare qu'on produit, c'est le safran, qui est une plante médicinale. Le safran, dans une région qui n'est pas réputée pour la production du safran. Et non seulement du safran, mais c'est du safran bio. Donc le projet, la totalité du projet, elle est montée sur trois valeurs. D'abord, c'est le socio-économique, c'est la création d'emplois, c'est également la protection de l'environnement, c'est la préservation des ressources naturelles dans l'eau et dans l'énergie également. La particularité de ce projet, c'est aussi l'autonomisation des femmes. Au jour d'aujourd'hui, on arrive à faire travailler jusqu'à 95% des femmes. Donc c'est un apport très important dans l'indépendance et l'autonomisation des femmes. Qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, à partir de ce produit, de cette plante médicinale, bah, on a développé aussi des produits cosmétiques. On a identifié des principes actifs du safran. Donc l'avenir, je dirais, pour cette plante médicinale dans cette région, non pas seulement dans cette région, c'est dans tout le Maroc, parce que comme tout le monde le sait, on a aussi la production du safran dans la région de Taliouine. La raison pour laquelle, avec le ministère de l'Agriculture, je ne sais pas si ici, on travaille sur l'agrégation. L'agrégation, ça veut dire qu'on va faire adhérer, on va fédérer toutes ces coopératives pour qu'elles travaillent sur le même mode de production que nous. Ce qui va nous permettre d'avoir un safran de haute qualité et qu'on peut exporter sans problème. Ce projet, il a des axes, on va dire, multiples. Le premier, c'est tout d'abord la création d'emplois. Le deuxième, c'est la promotion de la région au niveau national et international pour la production du safran. Et le troisième, c'est l'écotourisme. On essaie à travers cette plante médicinale d'attirer du monde à travers un festival qu'on a organisé depuis 2022 pour attirer du monde lors de ce festival pour que les gens qui viennent, que ce soit du Maroc, que ce soit d'ailleurs et surtout d'ailleurs à l'international, pour qu'ils découvrent cette région qui est très riche par ses paysages, qui est très riche par sa culture, qui est très riche aussi archéologiquement. C'est dans cette région qu'on a les restes des dinosaures, qu'on a les restes de mammouths, pas très loin de la commune qui est la commune de Sarina, à El Mars, à 12 km, on a des traces de dinosaures, à Boulefa, on a des traces des fossiles de mammouths, etc. Donc il y a tellement de faire autour de ce projet. Aussi, un axe très important, c'est les collaborations avec des universités marocaines, que ce soit l'université Euromed, pour la recherche et développement, à identifier les principes actifs de cette plante médicinale qui n'est pas seulement utilisée dans le culinaire, mais aussi dans le produit cosmétique, mais un grand avenir dans le domaine pharmaceutique.
Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Je pense que c'est un résumé de ce projet. Juste pour dire qu'il n'y a rien, rien n'est impossible. Il suffit juste d'avoir de la ténacité, de la volonté et le courage. Et on ne peut pas dire qu'on n'a pas les facilités. On les a peut-être. On a peut-être, il y a 4-5 ans, un manque de communication sur tout ce qui existe, parce qu'on a beaucoup de choses. Seulement, nous, les Marocains du monde, on n'est pas toujours informés. Moi, j'ai commencé à être informée sur pas mal de dispositifs depuis l'année dernière à travers la Journée nationale des Marocains du monde. Je pense que c'est ça qui manque, c'est un peu la communication et surtout la communication positive. On a des Marocains du monde qui sont à la pointe de la compétence et qui sont utilisés dans notre pays. Pourquoi ne pas les attirer? Je pense que Sa Majesté le roi Mohamed VI, Dieu l'assiste, fait tout pour que ces Marocains du monde reviennent et avant tout investir dans leur pays et faire briller leur pays à l'échelle internationale. Donc voilà, je pense que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Certainement, s'il y a des questions, je répondrai sans aucun problème. Je tiens à remercier à nouveau le CRI. Je tiens aussi à remercier toujours la MEMB et CGM parce que vraiment, la connexion à l'échelle internationale à travers la MEMB. Ben, CGM, mais aussi la région, tout ce que la région fait pour que les Marocains du monde puissent revenir investir. Vous avez parlé de beaucoup de choses, madame. Vous avez aussi évoqué pas mal de choses qui sont faites pour attirer les Marocains du monde. Je vous remercie vivement et je vous souhaite donc une belle journée. Merci beaucoup, voilà. Madame Hafeda. Avant de passer à notre deuxième intervenante, on va peut-être voir une vidéo. Illustre un peu ce que vous faites et votre projet. Cette vidéo, c'est juste pour vous montrer que rien n'est impossible. Et on est parti d'une terre où il n'y avait rien, il n'y a pas de vie, il n'y avait que de la caillasse. Et on arrive quand même à voir quelque chose. Je ne dirais pas que c'est un projet énorme, mais c'est un petit projet qui peut devenir un gros projet. C'est toutes les bonnes volontés qui participent. Voilà, merci. Deep in the heart of Morocco, nestled in the Middle Atlas Mountains, lies a unique domain, Erzain. Erzain is the story of Hafeda Mukadiri's passion for saffron, this precious and rare spice. More than just a domain, Erzain is a true oasis of beauty and expertise dot on its sun-drenched land. Saffron fields flourish, cultivated with love and respect for nature. It is here, in this idyllic setting, that Erzain saffron is born, a treasure with multiple virtues. This expertise is reflected in their range of products, from raw saffron to shampoo and face serum. Discover the secret to radiant and nourished hair, Erzain Saffron Shampoo. Formulated with pure saffron, rich in antioxidants and nourishing properties, this revolutionary shampoo restores strength, vitality, and shine to your hair. But this shampoo is not only the result of an excellent recipe, it is the outcome of a social and sustainable commitment of the Erzain domain. Bonjour et bienvenue chez nous. Donc, je m'appelle Hafeda Moukaderi. Ici, on se retrouve dans la commune de Serena et plus particulièrement au domaine Erzain and Victoria Esperon. Erzain saffron is cultivated using traditional methods with respect for nature and people. From the early morning harvest of flowers before sunrise to the meticulous processing of the stigmas, every step is imbued with patience and expertise. Erzain saffron is unique for its intense red color, powerful aroma, and incomparable flavor. It's a true treasure that Erzain invites you to discover. On est fiers d'avoir implanté ce site ici avec des vocations qui sont premièrement la préservation des ressources humaines, donc la protection de l'environnement, le développement de la biodiversité. It is true. All production is certified organic, guaranteeing environmentally friendly agriculture that respects consumers. Saffron is grown in sunny fields without the use of pesticides or chemical fertilizers. The flowers are picked by hand to preserve the quality of the product. Saffron processing and byproduct manufacturing are carried out in modern, environmentally friendly facilities. Erzain is committed to offering natural, high-quality products while preserving biodiversity and natural resources.
Autre point qui mérite d'être évoqué, c'est également le développement social, le développement économique. Aujourd'hui, avec ce projet, on se félicite d'avoir donné la possibilité à pas mal de familles. C'est donc la création des emplois. The Erzén domain is much more than just a farm. It's a place of life, learning, and sharing. At the heart of the domain lies a training center dedicated to women in the region. Here, they learn saffron cultivation and processing techniques, gaining access to employment opportunities and empowerment. By purchasing Erzén products, you contribute to supporting this unique social project and promoting Moroccan craftsmanship. Ça, on s'en félicite et notre rêve et notre espoir aussi, c'est que ce projet se développe sur d'autres voies qui vont au-delà de l'agriculture biologique. Erzén was born from the dream of a woman, Hafida Mukadiri. Driven by a passion for saffron and a deep social commitment, she created a unique domain that shines around the world. Thanks to her vision and dedication, Erzén today offers exceptional products while contributing to the empowerment of women in Morocco. Excellent, très beau projet, surtout très inspirant. مشروع مهم جميل وكذلك ملهم جدا بالنسبة لباقي الفاعلين في القطاع. فالآن غادي نمروا لأحد واحدة من المغاربة مقيمين بالخارج. مقيمة بأمريكا أزيد من 20 سنة واللي كتستثمر في مجال الفلاحة وكذلك الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة. نسمعوا لها. أنا خديجة خرتيت مغربية كنعيش في أمريكا 25 عام هذه. في السنوات الأولى كنت كندير مشاريع في المغرب صغار باش نعاون الاقتصاد في المغرب في القطاع الفلاحي في قطاع الطاقة والتجارة. ولكن في هذه السنوات الأخيرة والحمد لله المغرب تطور بزاف وكاين بزاف التغيرات اللي إيجابية في القطاع في الحكومة في الجهات في الاقتصادية في الجامعات. كاين بزاف المبادرات كاين بزاف التفتح على العالم. اذا في هاد السنوات الاخرى تعرفت على ماروكان اونتربرونور دو موند وفتحوا لي بزاف تاع الفرص في المغرب والعلاقات اللي كتنمي المشروع ديالي في المغرب وخارج المغرب عبر مغاربة العالم. اذا انا كنعطي شهاده هنا بان المغرب في واحد فتره تاريخيه ذهبيه اللي هو كيشجع وكيرحب بمغاربة العالم باش يتعاونوا مع المغرب في مشاريع كبار ويعاونوا المغرب يتنمى من فين ما كاين في اي دول كاين فيها. وكذلك مغاربة العالم عندهم فرصه زوينه يعني سعيده انهم يخدموا مع المغرب ويطوروه. في الحاله ديالي انايا يعني دابا سنتين انا نشيطه مع المغرب. كاين بزاف المشاريع اللي كنخدم مع القطاع العام والقطاع الخاص. كاين مستثمرين مغاربة العالم اللي كاينين وسط المغرب وخارج نفسه المنصه تاعي. كاين جوج الاتجاهات دابا بين مغاربة العالم والمغرب. المغرب يقدر يعطي مشاريع لمغاربة العالم ورأس المال والموارد البشرية، والمغاربة العالم تعطي المعرفة ديالهم التجربة ديالهم التفتح ديالهم على تجارب عالمية. يقدروا يعطوا رأس المال اللي عندهم يعني رأس المال باش يستثمروا في المغرب وممكن ياخذوا مشاريع مهمة في المغرب. والمغرب محتاج لأي مساعدة دابا لأنه داخل في رهانات كبار دولية وبجميع يعني حنا مع المغرب مغاربة العالم مع المغرب ممكن نحققوا إنجازات كبيرة ودولية إلا تعاوننا مزيان اللي غادي يستفد منها المغرب وغادي يستفدوا منها مغاربة العالم. وكنشكر لا ام ان ماروكان اونتربرونور دو موند وكنشكر لا سي جي او ام على المجهودات وكنشكر الحكومة على المجهودات اللي دايرين باش يرحبوا بنا ويشجعونا على يعني المشاريع والعمل اللي كنديروا وأننا ننميو العلاقات ديالنا مع بلادنا المغرب في إطار العمل. الآن كنقترح لكم السمع والتصريح وشهادة أحد مغاربة العالم وسيم براق. السلام عليكم، اسمي وسيم براق، أنا مقيم في ألمانيا، عندي 23 سنة، وهذه تقريبا واحد 3-4 سنوات قررت أن أستثمر في المغرب.
حصل لي الشرف وكنت محظوظ بانني تعرفت على امير بي سي جي ان اللي صراحه واكبني في المشروع من البدايه ديالو حتى اليوم. صراحه هنا كنكون خاصه البريزيدون ديال الان السي كريم محمود اللي صراحه معقوم في المصالح ديالو وفي ما كيكونش عراقي ولا شي حاجه كنت متجه ليه. والحمد لله المشروع نقدر نقول بانه ناجح وطلقنا واحد الشركه تاع سنة وسيتار كونسيبت تاع ستور اللي هما كيسموها اونيك هنا في المغرب. وكان الفكره هو ان شاء الله نديرو اون شين ديال واحد ماغازان. اليوم بعد ثلاث سنوات الحمد لله ملي اسسنا لا باز ولا باز تري سوليد استطعنا ان نحلو دوزيام ماغازان وان شاء الله في اواخر هاد السنه ونبداو السنه الاولى نحلو ثلاثيام ماغازان. وان شاء الله كنقولو باننا عندنا خمس سنوات يكون عندنا واحد تقريبا 20 ماغازان. اليوم ازانا كتخدم تقريبا 12 شخص والهدف ان شاء الله هو نوصل ان شاء الله 100 شخص. بطبيعة الحال الفكرة كتقول هو علاش المغرب، لان فعلا المغرب دابا عنده واحد فرص استثمار اللي هائلة وفريمون كبير اللي ربما ما نلقاوش في القارة ديالنا سواء في اوروبا سواء في المغرب او في الخليج. لان بزاف ديال المجالات المغرب مازال كنا نقولوا واحد المارشي فياج، يعني مازال كاين بزاف ديال المجالات مثلا لوروب مثلا اللي هي جاي منها لو مارشي بزاف المدن اللي ديجا ساتور. هذه من جهه. من جهه اخرى يعني النصيحه اللي غادي نعطي للمغاربه العالم اللي هو جزء من هنايا هو العقليه تبدلات وحتى المسؤولين اللي كانوا في الادارات المسؤولين على الاستثمار ولات عندهم واحد الكومبيتونس كبيره. وانا نعطيك واحد المثال صغير يعني بحكم المجتمع هنايا كانت الاداره واحد المستعطي دابا الحمد لله الادارات المسؤولين كاملين يسون كوغامون كيهضرو كوغامون كونغلي وكانو مع تبدل ديجا يعني مبقاتش لوبستاكل ديال اللغة الفرنسية مبقاش. كاين واحد السلاسة واحد الفليكسيبيليتي بزاف في تسكير جميع العراقيل ولا المسائل الإدارية ولا البيروقراطية. واللي مهم وربما نصيحة مثلا مغاربة العالم أنكم ملي جيتو تسمو في البلاد ربما تكون جوج نصائح. النصيحة الأولى هي الفعون في ديك الكاسكيت ديال بانني يعني جاي من اوروب ولا جاي من امريكان ولا من بلد الاقامه. لان المغرب بطبيعه الحال كيبقى بلد عنده الخصوصيات ديالو. هذا لا يعني بانه عنده دي زان كونفينيون. كل بلد مختلف فهمتيني. وانا كنزيد نعطي واحد المثال هو بان المغرب ربما ملي كنت جيت هنا باش ندير على ورقاتي وندير المشروع كان التواصل بعض المرات مع الإدارة العمومية كان التواصل بالواتساب مثلا فهمتيني كنت بالمسافة ديال لوكاليزاسيون كنت سولي هاد الأشياء ما غاديش تلقاهم في بلد الإقامة ديالنا ولا في لاتفيا ولا في أوروبا ولا في أمريكا ما غاديش تلقى بحال هاد المسائل. والنصيحة الثانية اللي بغيت نعطيها ربما للناس ديال المغاربة العالم حاولوا تستافدوا من التجارب اللي دازوا منها المغاربة الآخرين. هنايا كنذكر مثلا البروغرام ديال الأمام رأس الجهام اللي يسمى مينتور تو مينتور، يعني دخلوا في اتصال وشوف شي شخص ربما شي حاجة حتى هو بالضبط دير شي حاجة مشابهة وهنا كنحاولوا نعاونوا بعضياتنا باش نسهلوا الأمور. وثالثا نزيد لكم النصيحة الثالثة وهي حاولوا تفكروا كما كيقولوا outside of the box، يعني ماشي بالضرورة ملي تقلب على المقر ديال الاستثمار ديالك ولا مكان ولا شي حاجة. حنا لا بليبار ديالنا كنحاولو نعطيو ديك لاكس ديال كازا طونجي، مي باركونتخ هو بطبيعة الحال فيه بزاف لي زافونتاج، مي باركونتخ كاينين مدن صغار دي بتيت فيل مدن متوسطة عندهم امتيازات كيكون أكبر من المدن الكبيرة بهاد لاكس ديال كازا طونجي. لذلك النصيحة التالتة حاولو تفكرو يعني جيوغرافيا انكم تشوفوا اماكن اخرى فين تقدروا تستثمروا فيها. وكنتمنى لكم التوفيق وكنحاول يعني كنشجعكم بان هذه المغرب دابا عند واحد الوقت تنصيب ذهبي. حاولوا تجيو البلاد وتفكروا وتديروا المشروع ديالكم وبطبيعه الحال سواء بدور بي سواء بان ام بي سي جي
الكلام على الاشعارات نعطيكم نصائح ونعاون تجربتي المتواضعه وشكرا. وبهذا الشكل كنختموا سلسلة شهادات مغاربة المقيمين بالخارج، والآن الكلمة غادي تعطى للحاضرين معنا، مغاربة المقيمين بالخارج الحاضرين معنا في القاعة. ربما عندنا واحد من 15 حتى 20 دقيقة اللي غناخذوا فيها الأسئلة ديالكم اللي غتوجه لكافة المتدخلين. غير واحد لا بريسيزيون اللي يمكن يكونوا الأسئلة بشكل عام بخصوص ربما العروض اللي وكلناها واللي تبعناها في خلال التقديم ديال المتدخلين اجمعين. وإلا كان شي سؤال سبيسيفيك وبشكل خاص يمكن نطرقوا ليه من بعد هذه الحصه هذه في لي ستون اللي كي سون ديدي على شوز. فالنقاش مفتوح. السلام عليكم، معكم مشبر حسين منصف، مسؤول تجاري سابق في تصدير السيرات في ليكومينوس. تنشكر الشكر الجزيل مركز الجهه والاستثمار مع ولايه جهه فاس مكناس، تنحيي المتدخلين كلهم على هذه المداخله ديالهم القيمه، وتنعرفوا الاستثمار هو ركيزه من ركائز التنميه والتطور. فعلا جميع المتدخلين قالوا بانه هناك بعض المشاكل وبعض المسائل، ولكننا نشوف بان البنيه التحتيه مدينه فاس او جهه فاس ناس هي اللي تعيق هذه المشاريع هذه وهذه التنميه هذه. بحالاش؟ بحال واحد السيد او بعد اللي تنجلسوا مع المستثمرين في الفلاح، بحال اللي قالوا في البلونت ميديسينال كوزميتيك، تيقولوا لنا بانه خصنا لو طرق ما بين فاس وطنجه، واحد المنتوج ديالنا يوصل للميناء ديال طنجه باقرب وقت ممكن. إذن هذا هو العاتق ما بين الاستثمار في لي بلون ميديسينال كوزميتي، لأنك تستعمل هذا الإطار هذا، ولكن المشاكل اللي تنوصلوا ليها هو أنه البنية التحتية ولو دوغوت ما بين فاس وطنجة ما كايناش، فحضر يوصل هذا المنتوج هذا في أقرب ممكن لطنجة أو الميناء اللي قريب لأوروبا. هذه من جهة. من جهة ثانية تيقولوا لنا بأنه أنا خصني نفطر هنا فاس ونتغدى في الدار البيضاء. مثلا عنده واحد المشروع ولا واحد اللقاء واحد العمل واحد المساله في الدار البيضاء ولا في الرباط مع مسؤولين ولا هذه. اذا خص نحثوا على التجربه ما بين فاس الدار البيضاء باش يكون اقرب وقت ممكن في هذه الجهه هذه، واحد ننميو هذه المساله هذه. هذه بالنسبه للجهه ديال فاس مكناس ككل. بالنسبة لفاس هنا النقل مدينة فاس قليل بزاف، لأن ملي تيجي المستثمرين هنا لفاس ما تيجبرش النقل الحضاري، ما تيجبرش الطوبيس، ما تيجبرش الطاكسي، ما تيجبرش وسائل النقل. إذا كيفاش باش نعملوا لهذا المستثمر يجي واخا رغم بعض الجهات هنا كاين اللي تيعملوا وتيقوموا، ولكن ما شاء الله هذا هو. وتنحت جميع المنتخبين وجميع السلطات بحضرة يسرعوا في هذا الإطار. شكرا جزيلا وتحياتي لكم. Qui pourrait réagir par rapport à ce qui vient d'être dit? اوكي دونك غناخذوا جميع الشهادات والاراء ومن بعد نحاولوا نجاوبوا عليها بشكل فردي. تفضل استاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. الحضور الكريم جملة وتفصيلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيتما ديتما أزول اللون. Salutations respectueuses à tous. Honneur de remercier la wilaya de la région et le CRI Fès-Meknès qui ce jour 10 août 2024 organise la célébration de la Journée nationale des Marocains du monde. Ainsi, nous tenons à remercier tous les participants et intervenants à cette table ronde honorifique. En mon nom propre et celui de mes collègues ONG ici présents,
est absent, nous encourageons et félicitons généralement le rôle des CRI du Royaume du Maroc et particulièrement CRI de Fès Meknès qui a évolué avec ses bienfaits. Je dis qu'il a évolué avec ses bienfaits afin de répondre aux attentes de l'économie, de l'entreprise et des jeunes et des MRE marocains résidant à l'étranger et tout investisseur étranger qui ont pour but win-win, gagnant-gagnant, rabih-rabih. Car le CRI Fès Meknès, avec la création de la confiance et de ses ressources humaines compétentes, trouve des solutions adéquates pour attracter et aider l'investisseur au fin de la création de l'entreprise ou des entreprises avec très grande performance. Sans oublier la création de l'emploi et de l'employabilité et ses richesses pour le développement économique, régional, technique et national. Nous remercions les Marocains résidents et à l'étranger pour le transfert de fonds au Royaume du Maroc pour investissements productifs spécifiques et rencontres de succès. Bien sûr, rencontres de succès ayant un impact sur les activités positives, sociales et environnementales de l'économie sociale et solidaire de Tanger à l'Aguira Sahara marocain, sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie et l'assiste. Wa shukra lakum ala al-isra wa al-mutaba'a ala naja'a ala lisan al-muwatin al-ghayur Mohamed Bokkar al-Sibahi wa sawdi'ukum Allah jadila sabiru wa da'iru wa min hada akul wali du'a سبحانك اللهم بلغنا ما نود واجعل لنا دعوة لا ترد وهب لنا رزقا لا يعد وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد بسر بسم الله الرحمن الرحيم وببركة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله طريقنا والرحمن رفيقنا يحمينا من كل شر يصيبنا فحصلنا بذي العزة والجبروت مالك الملك والملكوت الحي الذي لا يموت سبحانك ربنا اصرف عنا الأذى إنك على كل قدير إن شاء الله بسر بسم الله الرحمن الرحيم وببركة بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم يا من علي كل عسير يسير يسير علينا وعلى جميع المغاربة أينما كان وأينما حل كل عسير لأن العسير عليك سهل يسير وأنت بإجابة جدير وشكرا لكم مرة أخرى وأستودعكم في وديعة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا كل الحب والتقدير لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي أسمى الجالية المغربية المقيمة بالخارج بإرعاياه الأوفياء. شكرا للمركز الجهوي للاستثمار على المواكبة وعلى طموحاته والأكيد أن اليوم ونحن نشارك في هذا الملتقى أو هذا المنتدى الذي يهمه بالدرجة الأولى الجالية المغربية المقيمة بالخارج وأنا للتعريف فقط رضوان بوريان رئيس الجمعية المغربية الإسبانية مقيم بإسبانيا لأكثر من 29 سنة وقادمة الصباح من إسبانيا من نواحي الهندو أين المغاربة الجادون الذين يقومون بعمل جبار والتي قل نظيرتها لا من الوطنية ولا من حب الملك. كنت البارح مع مجموعة من الفلاحين المغاربة المقيمين بإسبانيا والأكيد أن الكلمات ديالهم والحب ديالهم والعلاقة الوطيدة بينهم وبين جلالة الملك محمد السادس نصر الله والوطن ديالهم شيء لا يمكن التعبير عنه بالكلمات. أناس يضحون ليل نهار من أجل لقمة العيش ومن أجل مساهمة في استثمار المملكة
أكيد أننا ونحن نناقش دائما موضوعات أكاديمية لا نسلط الضوء على الطبقة العادية الشغيلة. أولا أشكر الأستاذ الحسيني لأنه قال كلمة مهمة، الحل في هذا مشكل عدم انخراط الجالية المغربية المقيمة في الخارج في الاستثمار بطاقة وبحجم أكبر هو عدم اللقاءات، وهو رحب بمجموعة من اللقاءات. ربما أن مثل هذه اللقاءات سوف تكون بادرة خير، لأن الجالية المغربية المقيمة بالخارج أكثر ما تحتاج إليه هو التنسيق، هو رد الاعتبار، هو إعطاء القيمة، هو إعطاء يعني المبادرة لهم. لأن اجتماعيا نحن دائما نناقش موضوع الجالية المغربية بشقه الاقتصادي، ولكن ننسى الشق الاجتماعي وهو المهم والأهم. لأن مغاربة العالم باش نقول لهم أجوا ديروا استثمارات في المغرب، لابد أن يعني نشعر بمعاناتهم. مغاربة العالم عندهم مجموعة من المشاكل اللي أقلها هي نسبة الطلاق العالية، أقلها هو الحلال الأسري، أقلها هو مجموعة من المشاكل واللي هي أساسا هي اللي ناقصة الخيرات نتاع الجالية في الرجوع للمغرب. أن من جالية وكنجاوب على الأستاذ المكلف يعني المؤسسة البنكية، الجالية عندها 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 يعني امتيازات كبيرة في المجالات البنكية في أوروبا، وبالتالي إذا بغينا نجيبوها ما نقدروش نجيبوها بهذا يعني المنافسة البنكية، لأن ما نقدروش ننافسوا يعني المؤسسة البنكية الأوروبية، ولكن نقدروا نجيبوها بالحب الوطني والوازع الديني، ونجيبوها بحب ديالهم لسيدنا اللي ما كنلعبوش عليه. اليوم حنا نشيروا لواحد النقطة نتاع واحد اللاعب اللي أثار مداد الصحافة الأوروبية، هو لامين يامال. هذا اللاعب ذو 16 سنة اللي من أب مغربي ومن أب يعني غينيا، هذا الشاب هذا اللي أعطى درس، دار واحد عمل كبير ما قامتش به لا المؤسسات الاجتماعية ولا المؤسسات السياسية ولا المؤسسات النقابية، ضرب في عرض الحائط مجموعة سنوات نتاع النضالات نتاع مجموعة نتاع المؤسسات اللي كتدافع على الجالية المغربية أو الجالية بصفة عامة، وجا يعني في واحد المدة نتاع 6 شهور خلى أن المجتمع الإسباني تيقول خصنا نعطيو مزيد من الاهتمام للمهاجرين. يعني هنا فين تشوفوا الدور نتاع أن بعد المرات خصنا ملي نجيو ندرسوا واحد الفينومين خصنا ندرسوه بوطنيه بحب وندرسوه بجميع الجوانب ديالو. الا بغينا الجاليه المغربيه ترجع للمغرب ما خصناش نفرطوا فيها. التفريط فين كاين؟ حتى اليوم تنقولوا اليوم العالمي، وملي كنكونوا كنذكروا اليوم العالمي للمراه كينوضوا العيالات وكنعتذر كنقول لك حنا ايام السنه كلها عندنا عيد، فلماذا الجاليه ما عندهاش السنه كلها عيد؟ لماذا غنحتفلوا بهم واحد اليوم؟ أتفهم أن الظروف والإمكانيات ومجموعة الأمور، ولكن خصنا نديروا مجموعة نتاع المجهودات إذا كنا صادقين في حب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وفي حب هذا الوطن، وصادقين بأن الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا وبأوروبا بصفة عامة أو بالعالم تقدم 7 ملايين نتاع النسمة، وأن هذه الجالية عندها واحد البوتنسيال كبير. اليوم المغرب كيخرج الدروس يقول إحنا قادرين نضمو كأس العالم، بماذا؟ بماذا؟ سيدنا جلالة الملك محمد السادس نصر الله عرف بأنه وراءه رعايا الأغفياء اللي هما الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا، اللي هما اخترقوا جميع الميادين وعندهم يعني تفوق فيها. وأننا كنظنوا بأن كأس العالم يدوس أحسن نسخة إلى سعادتنا الجالية المغربية، لأن عندها واحد الحب والغيرة والاحترافية مجموعة تاع الأمور. صراحة كنتمنى لكم التوفيق في هذا اليوم. هذا واحد الانيسياتيف اللي درتها المركز الجهوي للاستثمار، واللي هي واحد النقطة مضيئة في مجموعة المشاكل اللي كتعيشها جهة فاسن كلاس، واللي كنشكرهم لأن دائما كنقول بأن الانيسياتيف هي أهم حاجة. واليوم جا هذا الانيسياتيف اللي يكون موراها مجموعة من المبادرات، أكيد أن اليوم غيبقى راسخ بأن واحد المؤسسة وطنية قامت بواحد المبادرة أن تحيد هذا الطابو على الجالية، أن تناقش بكل أريحية المشاكل اللي كتعيشها. حنا كجمعية مغربية إسبانية كنشكر السيد الوالي المحترم نتاع جهة فاس مكناس على مجموعة نتاع الدعم اللي كيقدموه للجالية المغربية، ولكن حنا طامعين فيهم أنهم يزيدوا يعاونونا، لأن بغينا ناخذوا المصداقية من بلادنا باش أننا نخرجوا نشتغلوا خارج أرض الوطن، باش على وعسى أننا نقدروا نشدوا ذاك الثغرات
اللي دارت هذه السنوات وداروا مجموعة المشاكل، ماشي ضروري أن بلادنا هي اللي سبب ذلك المشاكل، ولكن مشاكل اجتماعية كما قلت كاين مجموعة تاع المشاكل اللي كتخبط فيها الجالية، وحنا كنحاولوا من جهتنا أننا نحيدوها أو نساهموا فيها. البارح كنا مع فلاحة مغاربة اللي كيخدموا يعني في واحد المدينة اللي تعتبر أغنى مدينة في أوروبا، وهي قرية، هي قرية ولكن مداخل البنوك فيها كتعتبر مداخل عالية جدا بفعلية العاملة المغربية للفلاحة، وبالتالي حتى الناس خصنا نقربوا منهم. عارف بأن مجموعة المؤسسات كتقرب منهم، ولكن حاب هذا السؤال ديالي هو أننا نكون عندنا واحد الدراسة مهمة وعميقة في أسباب عدم انخراط الجالية المغربية، والجالية المغربية ما كيكونش الأكاديميين فقط، فالجالية ماشي هي الأكاديمي والمحامي والأستاذ والطبيب، الجالية هذاك اللي كينوض في الصباح يمشي يحل واحد القهوة ويخدم ويعرف بالمنتوج المغربي، هذيك السيدة اللي كتبيع حتى هي اللباس المغربي في الخارج، هذاك السيد اللي كيعرض على الصديق ديالو على أكلات والأطباق المغربية وتحافظ على التراث ديالو، فهاد الجالية كتقوم بواحد العمل كبير جدا، أقسم بالله العلي العظيم، خاصنا نتطرقوا لهذا الموضوع ونحاولوا أننا نقربوا منهم لأن كيبغيو البلاد وراهم بينوا بانهم كيبغيو البلاد. شكرا جزيلا. إعادة بروارة السؤال ديالك بشكل مقتضب، عدم انخراط الجاليه المغربيه اسباب اسباب عدم انخراط، الاسباب الحقيقيه في عدم انخراط الجاليه في الاستثمار داخل الوطن، لان ماشي المشكل نتاع الابناك، ماشي المشكل نتاع التسهيلات نتاع الضرائب، ماشي المشكل نتاع لي بلاتفورم، ماشي هادو كلهم حيتيات وجزئيات. يمكننا أننا الجالية تقدمت لواحد درجة كبيرة جدا وعندها أنها تقدر تحل، عندها حلول لهذه المشاكل، ولكن شنو هو الحل؟ المشكل ما عندهاش الحل ديالو، الحب. كيفاش نجيبوهم؟ كيفاش أننا نعطيوهم ذاك الدفء الوطني اللي سيدنا ديما تأكد عليه؟ والاسم راه باين، راه عين الأوفياء. شكرا جزيلا. غادي تكون المداخله الاخيره، وبالتالي من بعد توجهوا للمتدخلين ديالنا باش يعطيو التوضيحات ديالهم بخصوص كل ما سمعنا وكل ما قالوه المتدخلين ديالنا في الجاليه المغربيه. السلام عليكم. اولا اود ان اشكركم على تنظيم هذا الملتقى، وكذلك اود ان اشكر جهاز فاس الكناس، وكذلك المجلس الجهوي للاستثمار ولا جامعه فاس على هذا الاستقبال. اليوم مغاربة العالم لهم مكانة خاصة لدى جلالة الملك، وكذلك لهم مكانة خاصة في السياسة اللي كتنهجها الدولة المغربية. السؤال اللي بغيت نطرحه هو ما هي الآليات وما هي كذلك الخطة الاستراتيجية اللي غتقوم الدولة في تنزيل مقتضيات الدستور ولا سيما الفصل 17 و18 التي حدد حتى على أن مغاربة العالم باش تكون عنده واحد المواطنة كاملة، ولا سيما الحق في التصويت والحق في الانتخابات ليومنا هذا لا زالت لا تشمل مغاربة المغرب. قوة رائدة بفضل قدرات مواطنيه ولخدمة صلاحيته. هذه هي خلاصة نموذج التنموي الجديد اللي شرف عليه الأستاذ شتيب بن موسى، ولكن للأسف لا زال مغاربة العالم اليوم ينقصهم تنزيل مقتضيات الدستور، رغم أننا على بعد 16 عام على أمازون من تنزيله منذ 2011، ولكن للأسف لا زال عالق في الزمن. كذلك كنبغي نشكر الأستاذة ميت سياج لي كروزي il y a presque 3 ans à Agen et on s'est recroisé aujourd'hui. Merci à vous aussi pour vos interventions et les aides que vous avez apportées aux Marocains du monde. Mais j'espère que la constitution marocaine s'applique pour les élèves. شكرا جزيلا جميع افراد الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج اللي وجهوا الاسئله ديالهم، بعض الاحيان كانت مجرد اضافات، فربما المتدخل الاول تكلم على مشكله النقل والبنيه التحتيه في جهه فاس الكناس، شكون اللي يقدر يجاوب على هذا التساؤل او الملاحظات اللي قام بتسليط الضوء عليها؟ ربما استاذ امجد كيتي، تفضل. شكرا. السلام عليكم.
تسمحوا لي نطرق الاسئله اللي تتخص موضوع اليوم اللي هو الاستثمارات ديال المغاربه المقيمين بالخارج. فتشكركم على جميع النقاط، فجميع النقاط عندها قيمه مضافه. نبدا باول سؤال، السؤال اللي تفضلتي به واللي تيخص البنيه التحتيه. انا بغيت نقول لكم تنظن واحد ثلاثه نقاط. البنيه التحتيه كانت هي الاولويه منذ سنة 2015 بالخصوص، كانت هي الأولوية. فإذا خدينا الاستثمارات على الصعيد الاستثمارات العامة، تنظر على الانفستيسمون بوبليك اللي دارت من 2015، تنظروا على أكثر من 80 مليار ديال الدرهم اللي فيها 60% تتهم البنية التحتية ولا ميزانيفو. هادشي ديال البنية التحتية بطبيعة الحال تياخذ الوقت باش تيبان، ولكن الحمد لله تنظن انه هذا اليوم تنشوفوا عدة تحولات، سواء على صعيد المدينات، الحمد لله الجهة ديالنا تنسخر بستة ديال المدن العتيقة ما خصهاش نساوها. فهذا دوجوردي وفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الله ينصرو، فالمدن العتيقة عرفت واحد لا ميزانيفو ديجا. اوجوردي كاين ان غون فونسي اللي ما كانش، اللي كان تينقص، وخصوصا العقار الصناعي اللي اوجوردي الحمد لله تنشوفوا انه ازدهر في الجهه. فديجا سميتو لا ريستركتوراسيون ديال ليكساستوم هضرت عليها قبيله، هضرنا على كذلك على البياك، دونك منطقه صناعيه ديال 81 هكتار على مستوى عين الشقاق، 42 هكتار ك بروميير فاز ديال المنطقه التسريعيه الصناعيه، وعده مشاريع اللي الحمد لله دابا تنشوفوها التغيير. طرقتوا للنقطة ديال التواصل، سواء التواصل الحضري على صعيد المدينة، للأسف سيبقى لي غادرنا لأن كان عنده واحد الارتباط، ولكن راه الجماعة عندها مازال على المشروع بطبيعة الحال ديال لو غومبلاسمون ديال لا فلوت ديال لي بوس. إلا هضرنا بواحد الطريقة أكبر فعالية، فهذه واحد النقطة ما نتناقشوش عليها، محتاجين لانتركونيكسيون أونتخ لي ريجون. بغيتكم تعرفوا جوج الحوايج، أنه ملي تنهضروا على سواء التي جي في أو لوطوغوت، راه سي با أون ديسيزيون جوست ديال الجهة ديال فاس الكاس، هذه أون ديسيزيون أون كونتريبيسيون ديال جميع الجهات اللي معنية بالأمر. ومع ذلك فضل سميتو بفضل المواكبة ديال السيد الوالي، وإلى بوسي باش إن شاء الله باش نتمكنوا من احتضان كأس العالم في 2030، كيف تتعرفوا فاس من 6 المدن اللي هي كونديدات إن شاء الله لهذا الاحتضان. فإن شاء الله لوطوغود ديال فاس طنجة، فهي هتكون في طور الدراسة باش توجد، والحمد لله تحطات فمن ضمن مخطط العمل اللي وكبته ولاية الجهة ما بطبيعة الحال مع لا فيدراسيون ديال الكرة ولا كوميسيون هذاك، وبطبيعة الحال بشراكة مع عدة فاعلين. فكاين لوطوغود إن شاء الله، كاين دي تخيمي، ما نساوش الدور ديال لي تخيمي اللي تيلعب واحد الدور كبير في الويديتي ديال، فان شاء الله كاين 10 ديال لي تخيمي سيل كتير عام، دونك 10 اللي هنبداو دفعة ديال 6 ديال لي تخيمي من هنا ان شاء الله السنة القادمة ان شاء الله، لانه غنحتضنوا قبل من كأس العالم ما خصناش نساو، غنحتضنوا تظاهرة كبيرة اللي هي لاكان لاكوب دافريك. وكاين 4 تكميلية، 4 ديال هاد لي تخيمي تكميليين اللي غيكونوا بالنسبة ان شاء الله لو رونديفو ديال 2030. كذلك تحدثتوا على التي جي في، هذا على مستوى الـ ONCF شي حاجة اللي نضبنا من أجل التي جي في وذكرنا معهم، كاين في المخطط غير هو ما كاينش في السنوات المقبلة لأنه كاين ديزيشيونس، فكاين إن شاء الله في المخطط على صعيد 2042 ولكن ما كاينش توت سويت. فباش ما نبقاوش لي بغاك دونك كروزي، كاين جوج ديال المخططات. أولا كاين قطار فائق السرعة، دو كان كبروا له السرعة غابيد ماشي فائق السرعة سريع، اون فاغاني اون اور اونتر فاس اي كازا ان شاء الله. فهادي بعدا رقم واحد، ما بين فاس ومكناس
وفي اطار تقريب جوستومون لي تيريتوار ديال الجهه كاين قطار اللي هيكون تري فريكون دونك عنده واحد لا فريكونس دونك كبيره ما بين فاس ومكناس اللي هيتقال ان شاء الله ان شاء الله حتى هو هيتزاد. كاين كذلك ليكتريفيكاسيون دونك ديال لي زون اللي aujourd'hui elles sont pas électrifiées, on parle de la destination Fès ou Jda. فالحمد لله كاين واحد المخطط اللي هو جد متكامل اللي انتغري فهضرت على اكثر من 80 مليار اللي دارت ديال لي انفستيسمون كانت تهم الانفراستركتور. هادشي كله لصالح الاستثمار الخاص لانه الا ما كانش البنيه التحتيه متفقين راه ما كاين والو. فالحمد لله دارت مجهودات كبيره كان البنيه التحتيه هي الكلمه الاولى ديالها. دابا الحمد لله كاين مشروع دونك اللي هو البي دي ار واللي اكثر من 28 مليون درهم مليار باردون ديال الدرهم دونك فهو مقدار كبير اللي تهم جميع القطاعات واللي الاقتصاد والاستثمار تشكل فيه تشكل فيه الجزء الاكبر. وفي هاد الجزء الميادين اللي هما الاقتصاد والاستثمار كاينين 50% ديال المشاريع اللي كنا طورناهم انصومبل في اطار سياسه التموقع. فالحمد لله كاين هاد لا كونفيرجونس على مستوى جهات فاس مكناس والحمد لله على مستوى جهات واحد اخرين في المملكه باش نزيدوا لقدام. كاين سؤال فيما يخص اشراك الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج اللي تفضلتوا به. بطبيعه الحال انا نقدر نقول لكم ان اجوردي حنا المملكه المغربيه عندها الحمد لله واحد المشروع جد طموح برياده ديال سيدنا الله ينصرو اللي هو لو نوفو موديل ديفلوبمون. فالنموذج التنموي الجديد اللي هو اللي تيشكل الركيزه الاساسيه لاي مشروع. حنا ملي جينا نديرو سياسه التموقع استراتيجيه التموقع تبازينا على جوج حوايج اساسيين. تبازينا على لو سراد اللي هو عطي واحد لا فيزيون لون تيرميست دونك على افق 2042 باش خدينا هذوك لي جيزمون واعتمدنا كذلك على هذا النموذج التنموي الجديد. النموذج التنموي الجديد شكون اللي دارو؟ الى خديتو الاعضاء ديال اللجنه ديجا فيهم اعضاء اللي تيمثلوا الجاليه المغربيه في اطار لي فوكس جروب ولي زونتروتيان اللي دارو كذلك مع الجاليه المغربيه وكانت اون بلاتفورم كذلك. فالجاليه المغربيه ما تنظنش محتاجه دعوه باش تشارك لان هي في بارتي برونونت اي انتغرونت ديال المغرب ما محتاجينش دعوه لانه مغاربه ماشي عاد يحتاجوا دعوه. الانتخابات سي با الموضوع ديال هذه الجلسه لان تنهضروا على الاستثمارات ولكن بطبيعه الحال لا كونستيتيوسيون فوق الجميع. فالجواب واضح وشكرا للجميع. شكرا جزيلا. احد المتداخلين الى عنده شي اضافه شي نقطه بغى يوضحها ربما مدام ادريسي سي بون لو كونساي كو جو بو دوني باسكو اون ا فيو كو يا دي ديبا باسيوني بار لامور دو بيي دونك سا سي بوزيتيف اي جو بونس كو سي سكي فو كون غارد اوجوردي توس انسامبل سي لا نوتيون دو تان باسكو لو ترانسبور اي تري سوفون ليي دو تان. Lorsqu'on vient investir, on vient pour investir. Quand on vient la semaine pour aller mettre en place des projets, entamer des démarches, et ben, il faut consacrer ce temps-là à l'investissement ou alors, pourquoi pas, et c'est le conseil que je vous donne, le faire par un cabinet. Parce que l'erreur que l'on fait tous, et que j'ai peut-être fait aussi au début, c'est qu'on veut tout faire pendant une semaine. C'est la tarahim, les vacances, le tourisme, et aller chercher des renseignements. Et ça, c'est pas possible. Gérer votre temps par rapport à votre projet d'investissement. Je vois qu'il y en a qui sourient parce que vous êtes tous victimes. Voilà. Vous voyez, on est tous pareils, en fait. On ne peut pas tout faire. Le temps, la notion du temps au Maroc avec les administrations, elle n'est pas la même. Et elle est encore moins la même quand on vient pour tout faire. Si vous allez investir, je ne sais pas, dans votre ville d'origine en France, ben, vous faites vos démarches à la chambre de commerce et basta. Vous rentrez chez vous, vous traitez vos mails, vos appels. On ne peut pas tout faire. Voilà, c'est le conseil, c'est l'erreur que je pense qu'on fait tous. C'est la tarahim, vacances, tourisme et investissement. Ce n'est pas possible d'être en même temps. Voilà, c'était juste la petite. Merci. Merci beaucoup. Chokra al-Kat, à tous les autres. Nous avons
انتهينا من انتهينا كاين واحد السيد اللي رفع لي ديالو ربما مداخله يمكن تكلم مع جميع المتداخلين اللي غيكونوا حاضرين في الاروقه المخصصه للامر ومازال يستمر النقاش ونقاشات مثمره ان شاء الله وكذلك فرصه للنيتوركين بين افراد الجاليه الاخرين وجميع المتداخلين شرف بحضوري معكم هذا النهار الى فرصه مقبله بحول الله.